تركت انا وصاحبتي اكشلي تركتني صاحبتي لانه ما بدها تحكي مع حدا من غير دين، انه هي مسيحيه وانا مسيح وانا مسلم هلا اجنوستيك بس انه على الاسم انا وجهي يعني. ايه في شيء فصرت احاول اعمل شو ما كان انه بيجي بقول حاولت اعمل شو ما كان حتى اما تقبلني انه انا رواق بالكوميونتي المسيحيه، واهل اخواتي صاروا يساعدوني كمان تفرجوا امهم انه انا رواق كمسلم بالكوميونتي المسيحيه، فصرت اعمل شو ما كان، صرت انا اطلع يعزمون على غدوات الاحد، صرت انا اطلع الكول عرفت كيف؟ صرت انا انه هيك انا بدي احمل ديوز تشيفز احكي حديث طبيعي مع اما صير استعمل جمله من الانجيل اللي ليك ليه المطعم ليه مي مطعم الا ليك لوكا 47:5 بيقول عرفت كيف؟ ان المياه تصل الى الملكوت صدق الله العظيم. عرفت كيف زين هيك اخذتهم بعض. J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. اي اي لاف ضحكه معين بيضحك ويخبط على صدره لايك ا مودرن غوريلا. نايس كامل فيري هلا سيلف كونشس كونشس على الموضوع. طب انا عم احكي مش حالي اخ يلا وسام. نعم واكب تسردي ماي فريند فاينلي صراحه صرت حاجز هذا الانترفيو من 87 87 لا ما انا صار لي قد ايه بعرفك وصار لي قد ايه بقول لك بدك ترجع على سردي وبليز وكذا بس نيفر اكشلي هابند. كمان نروح على اساس نحضر السبيشل تبعيتك اخر سبيشل ششما وللاسف ما قدرنا نروح سو اي واز فيري بيست. رح تفتح ششما ثاني ششما اتسلف اذا مش بلبنان مش لا. بلبنان لا بس هلا في شو جديد اها عرفت كيف سو ششما كل شيء حكي عن ششما خلص بيروح هلا للاشخاص اللي بركي من جيل صغير شو يعني ششما اوكي بدي اخبر بس الستوري كيف صار كيف صار اي يو لايك انه انت بتعرفي which is correct لقلك ليش اوكي سو ششما when I wrote ششما بسنة ونص so it took me a year and a half to write ششما and to have the correct structure لقلو so وصلت بعدين وعملت التست تبعوا له كلهم قلت اوكي I have a show شو بسمي انا قلت اوكي شو بسمي literally it took me more effort to find a name للشو اكتر بكتير من انه اكتبه. ففي نهار قاعد بالبيت واجا لعندي شاكر ابو عبد الله ابني تحت طلع صوته هون او هون شو بحال بس تشوف اذا الكاميرا الثانيه مش خليك بدك اوكي ايه هيك بس من كمين ماشي اوكي اوكي هيدا حتطلع during the episode هلا perfect perfect raw سردي لكل حدا عم يسأل عن تيم سردي أحنب وجهه ما في حدا غيرنا سو لحظة خليني رد صورة شاكر أحيي أوكي سو شاكر شاكر كان عندي بالبيت وكنا قاعدين وشافني frustrated قال شو بيك مان قلت له مان انه بدي في عندي شو بدي سميه وما بعرف شو قال لي انه أوكي انه شو بدك سميه قلت له ما بعرف من هالفكرة قلت له أوكي let's recap شو بيحكي عن كل شيء خرق قطع بالحياة أو at least معي فعمل هيك ششمة أنا was like شو يعني ششمة هو انصدم إنه ما بتعرف شو يعني ششمة أقول له لا ما بعرف شو يعني ششمة شو يعني ششمة قال لي برو ششمة يعني حمام أنا أكيد أهلك بيعرفوا فركت عن أهلي قلت لهم شو يعني ششمة قالوا لي يعني حمام هيدا اسم الشو هيدا هو اسم الشو أنا was like هذا هي هيك تك تسمى ششمة the equivalent of Eureka يعني بس كابينة رايح على الكابينة هي it's much more specific كابينة إيه ششمة it's more إنه going to the toilet مش bathroom يعني perfect it's ششمة it's for a specific purpose مش كلمة غسل إيديك هو كان بدي سميه لأنه كل شيء قطع إنه بخرب الحياة نفس الوقت كان بدي اسم غريب مثل كفرنحوم عرفت كيف نفس الكونسيبت كان أصلا في كلمات بالعربي أنا كتير بحبهم مثل بلوعة بلوعه اللي بتبلع لا مش بتبلع المزرعه برو يلي مش لا مش البلوعه بالشاش لما بتروح على الشاش ما في بانيو بالبانيو في بلوعه في بتنزل المي فيها تسحب لما المصطلح الجديد مش اذا درت دبي بلوعه اللي بتنزل هذه الوحدين تبعت شو كيف بتوصل لك اياها وروح بس شو يعني بالانجليزي لا انا بالفرنسيه ما بعرفها بلوعه So how was your last show? Can say like a day until you performing had the show. سنتين ونص. Okay. Yes. Oh, wow. I started February 2019. Okay. 21 Feb بالتحديد كمان. It ended هلا من فترة. كان صار بس ما بعرف إذا سنتين ونص ال accurate number بس إنه let's say in this range. أحلى شو بيششمه اللي هلا عامله كان 20 August 2019. بسوم كاس لانه كان في كل العالم بحبهم فيها وكان في قبل ما يسافروا
اكزاكتلي اكزاكتلي واو مش بارتيكل ستيتس ورا بعض المعين بطل يعمل هيك من ورا يلا خلص انا ناطر بس بليز يعملها ايه اتندد لانه خلص انه حكيت كل اللي بدي احكي فيه عنه وصار في قصص جديدة احكي عنه وصار في قصص ديبر احكي عنه وأوريدي كنت بلشت اكتب أوريدي اي هاف لهلا مثلا بالبروسس تبعيتي 118 مينتس انا بحسب باي مينتس الشو اوكي واو ايه اوف نيو ماتيريال بس اي دونت هاف سو فار اي جود كلوزر اي هاف ا جود اوبنر اي هاف ا جود ميدل اي هاف جود فيلرز كيف بس اي دونت هاف ا جود كلوزر امتى بلشت تعمل هذا النيو ماتيريال تفكر فيه كل وقت 22 فاب 2019 21 فبراير 2019 بلشت تشمه 22 فاب بلشت اكتب شو دغري هذا يلي بتحطهم على انستغرام وعلى اليوتيوب شانل تبعك ايه ديفرنت كونتنت هدوليك هدوليك يوتيوب كونتنت بيضلوا راسك عم بيشتغل ما بيوقف ذاتس واي عم بخسر شعراتي لا لانه من ميلتين انه بي انه وسليلته ما كلهم انه افروز وامي وسليلته كلهم افروز اكيد نحن عم نشوف بيك كمان بالانستغرام سكتشز اللي بتعملهم باليوتيوب سكتشز بيعقد بيك تحيه له هاي بي اذا عم كمان من هلا وقته اوكي يو نو انه ام ادي دارك انا اوكي يو نو ادي اوكي كلنا ما في دارك هلا وي كان ديم ذا لايتس بي بيعرف هذا الشيء سو سؤال هلا انت عم تعمل هذه النيو انت عم تعمل هول سري الششمه سبيشلز كل مره ديد يو بلاتو ات سام بوينت يعني لاحظت انه خلاص ما في يعني بحس لانه كل ما بتعمل ششمه شو بتطوره رايت بتعمل كانه فاين تيونينج او شيء بتزيد ايه ديفينتلي بتصير انت تشوف انه اوكي ام سينج ذس جوك بطريقه ات كان بي بيتر او يو امبروفايز سمثينج اون ستيج او ويتش از انت انا اوتوماتيكلي في شغله بيعرفوها انه اصحابي الكوميديانز انه وانس اي لاف اون ستيج يعني بعد ما اقول شيء يعني انا هلا تطفي عرفت كيف؟ اوكي اوكي سو يعني انا ما كنت مقرر اقوله فجأة لانه عادة ما بضحك على ستيج unless صار شيء سوبر مضحك لان ريهرست كل الوقت خلص لا انه يعني انا اللي كاتبهم وانا اللي عاملهم سو خلص اي نو انا مقرر انه ما اضحك على ستيج لانه مثل ما قال المرة كان عم بيحكي لويس سي كي وبي توكينج فاني مع جيري ساينفيلد وسأله مرة قال له انه what do you do؟ انه should I laugh؟ should I bow؟ should I curse؟ قال له لا you stay in the bed so I من ورا هالشغله قلت اوكي I have to do this again so كنت مقرر انه to stay in the bed دائما so when I laugh يعني انا هلا عملت شيء مش مقرره قبل I don't stay in character exactly I don't stay in the bed يعني بلحظتها so ايه وصلت لمرحله بششمه انه خلص انه زبطت فيه enough واكيد you talk about stuff during the show اللي هلا عم بتصير بتقطعون تقطيع بس انه ششمه itself is 1 hour 20 في بقلبه انا بقسمهم topics في بقلبه 37 topic عرفت كيف؟ okay. So I have a lot to say. رح تعمل سبيشل قريباً شيء؟ بتتخيل أنه بلش يلعب ششمة بشباط 9000 و 2009 9000 لا أنه معقول شو صار من وقتها اليوم يعني بصير ششمة بصير 24 hours يعني ما that's the thing أوكي في هذا اللي ما بعرف إذا misconception في سميها yes نحن ما بنصدق نحن ككوميديانز بنطلب مطالب من الحياه انه تعطينا قصص حتى نكتب ماتيريال يعني بنصلي حتى نشوف انه في ماتيريال بس سبيشلي هلا بلبنان مع الوضع ومع كل شيء عم بيصير عم نحاول اكيد للماكسيمم نعمل هذا الشيء وبدنا وبنحبه للماكسيمم بس في مطارح عن جد انا بيرسونلي ما عم بقدر يعني سبيشلي وضع البلد يلي هلا شوي محطمنا كلنا سوا انه بمسك الورقه ولا انا بطلع هيك اي كانت مش ما عم بقدر اكتب جوك يعني ما بعرف اذا حاضرين بو بيرنم يلي عم انسايد في مطرح ببلش الشو ببلش الشو بانه شو رابي جوكينج ان تايم لايك ذس انه كيف لايك انه هذا ففت فيها التريب وفت فيها انه سايكولوجيكلي فت فيها كرييتيفلي هلا عم بلش ظاهر حالي منه لانه خلص انه بتوصل لمرحله انه اوكي ها هي سيتويشن اوكي فك ريزيلينس خيي بس انه هاي سيتويشن مش قادر اظهر لبرا وما بارت مني ما بده يظهر لبرا حتى كمان ما بقى بنق على مع نفسي يعني لو قاعد لحالي عم نق على نفسي خلص عليه عم تشتغل مع اللي عم تفكر كرياتيفلي كلمه بدها تطلع بعد كونتنت right? ما ايه ما انت ما تنسى كمان مطرح معين انه انا بعترف لنفسي انه باخر 6 سنين 7 سنين انا ما وقفت الكرياتيف بروسس لانه بين سانسرد الشو اللي قبله لششمه وبين ششمه وبين الشو الجديد
وبين بطلع ويكلي فيديوز ودفرنت بروجرامز. مش يعني عم بقول انه على حسره، بالعكس مبسوط الدنيا، بس انه كمان يو بتعمل بيرن اوت اكيد درين. هيك هو في وفوق كل مشاكل البلد وكوفيد وما خلص ومشاكلك الشخصي ومشاكلك الشخصي انه هدول توصل متى تقول اوكي يو نو ذا ماشين، خلينا نوقف شوي ليت مي ستوب، خلينا نشوف شو بدي اعمل بعدين برجع. وهذا شيء خسرني كتير باي ذا واي. يعني انا مثلا ما بفكر ارقام وكسخت الارقام، بهمني العالم بهمني القصص. بس مثلا من وقت ما وقفت كونتنت من لتسي 5 اشهر لهلا خسران مثلا انستغرام 600 فولور، خسران او 1000 فولور ما بعرف، خسران من يوتيوب خسران، بس اتس اوكي اتس فاين لانه نسيسري. نحن اخذنا مانث اوف خي وضروري شهر ونص صح، واشتقنا لكم اشتقنا حبيبي بس انه طلعنا هيك انه تعبانين كنا. ايه ما اكيد اكيد تعبانين توصلوا لمرحله، وانتم كمان زياده انه عندكم انه يور ان انترفيو، يعني يور بودكاست، يور بتعملوا انترفيوز، مش انه عم تشتغلوا سكريبت اوكي بدي اطلع فيها. وهدول يعني ايش صار اليوم مثلا واحد من الشوات اللي عم بحكي فيه شو صار يلي ذكرتيها ومرت اسمي بوقت عم بمزح شادن عم بمزح سوري لا عم بمزح وحيط الله اخ لحظه اخ لا 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 عملت هيك وسيم شادن هيك قاعد هيك قال في هذا الصبي اسمه وس 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 شو اسمه عمل شو هيك عن هو ومهبل شيء كذا زك اوكي that's cool I'm so sorry مشان انت عملت لي لك بعدين ذكروك بالحلقه انا وزك لك شاد نسيت اسمي هي وقدامي ما لا I'm kidding يعني في عالم صلي بشتغل معهم 4 اشهر بعدين بعتولي وسيم مش انه شيء انا انه كثير صعب جايز ان انا عندنا رفيقنا اسمه وسيم وانت اسمك وسام واوقات تكون قاعدين مع وسيم ووسام يا قد ايه حياتك بشعه كثير خلص عيطي ويس ويس نمشي ويس ايه انت نقي النكنه اللي بدك اياها ومشي معها ويسو واسو واس ويس شفت صعبه سو تحت الهواء نحن يعني شو صار في weird turn of events انت كنت لازم ترجع على اساس قبل من شي ساعه يس من شي ساعه ونص ساعتين شو صار اوكي سو اي got the luxury ما بدي كتير احكي لي I got the luxury لانه انه اخذ كارت يلي هو بفوتني على ترومبا مش انه بوقت معين بالليل نو هيك كل العالم عم تعمل وصراحه فقط انه ما حقعد اقول لا نحن لازم نكون مثل العالم سوري استخدمت كارت الدنيا فبدي خلاص اوكي سو اي هاف ذس كارد بس كمان العالم اللي مش هاش لبنان لانه نحن في ازمه بنزين سوبر كبير اللي ما بيعرف نحن بنوقف على طابور اسمه طابور زل اوكي سو ذيس طابور زل نحن بنوقف ننطر هيك شي ساعتين تحت الشمس حتى يمكن يعبونا بنزين عن جد تنكي كيف سو ما هيدا الا لانه بعرف حدا بيقربني وعنده هن لانه فيك بيعطوك كروت لانه هن مامنين هذا الترومبا لهذا الشركه فقال لي ليك انه في معنا كارت زياده خده قلت له فاين فانا قلت اوكي بدل ما اوقف ساعتين ونص على الترومبا كل يوم خليني بس اوقف هاي نص ساعه حياه حلوه وبكمل دغري على سرده اي ساعه بعت لك مساج وانا رحت على الترومبا مش ساعه ونص ساعتين بعت له قلت له ربط قلت له ليك شو لانه شو السبب شو البريفليج اللي اخذته ورا هالكارت انا طالما انا عملت نفس الشيء بس قال لي ايه ما انت عملته بالليل سو بتبوري قلت له كسخك انا ايه فانه ايه صار ساعتين ما قفعت رمبو بس ما عليه بلشنا مأخر هيك اتس إيه بس نايت. لازم نخلي قبل ما ينقطع الموتور اي سبب نقطع الموتور وساعتين تاني اتس اوكي اه ذاتس جود يا واو بريفليج اخوي ايه كمان ايه بس بعدين خلص بنبلش المروحه فينا نكمل نسوي المروحه اللي قلتي لي عنها ايه انت انه جبتي مروحه بطاريه على بطاريه ايه فيها ضو ايه؟ فيها بطاريه فيها ريموت اوكي. وفيها يو اس بي اذا بدك تعمل في اليو اس بي تكوي كمان بالليل تكوي على سيرك وتهوي لك الكويات وتنشف كمان لا بتحط بتشارج تليفونك منه ايه لانه قد ايه بتفوت كهرباء لحتى انه ما بعرف اه اوكي واو بس انه لهلا طب وصل لي على كهرباء البيت فرمر رح اقول كيف خلصنا شرفكم يعني انه باور بانك على الواي فاي لتقدر تشتغل اذا انقطعت الكهرباء لما بيقطعوا الموتور بيريحوا الموتور انا كثير بحب هال بيريحوا الموتور بيريحوا لازم نريح الموتور حرام انا قلت جمله على فكره من يومين كثير ضايقت من حالي كنت عم بحكي مع اصحابي وقلت لهم شغله انه بتعرفوا شو لو الازمه كانت بالشتوية كانت اريح بعدين طلعت هيك ليه عم جمل الازمه ليه عم بقول انه ايه الازمه لو كانت هون اتس ذا تايمينج بريفرنس كوبينج ميكانيزم مان ما لانه شو بدكم خيي شو مطلوب بلا بهالحاله طب شو الكوبينج ميكانيزم تبعك بشو بالتحديد
بالزايدة ما بقى ليك بالمطلق عم بلاقي طرق انه شغل حالي right. عم بحاول شو ما كان انه دلني دايما مشغول لانه زهقت بقى اوعى الساعة واحدة بعد الظهر انا ونام الساعة سبعة وطلع هيك انه اوكي بقى انا قاعد بالاوضه لحالي وعظيم في ضوء في ضوء من برا شنو شيء انا مش في ضوء في ضوء من برا ضوء الشمس الله يخلينا اياها يا رب فانه فعم شغل حالي كتير so I'm going back to content definitely شو صار اليوم واحد يلي خلقته بجانيوري كمان ما صار له زمان الشو حيرجع دعايات لها بطل اسمه دعايات لبنانية اخت المنطق صار اسمه دعايات اخت المنطق يلي هو انا بعمل باراديز على الدعايات حيرجع I'm trying to write season 2 من Lebanese Father and Son اوكي مع بيك يس عم بحاول الماكسيموم انه نصورهم سريعا و والشو الجديد عم بكتبه وعم جربه وعم بعمل شويات عم جرب حتى عم تتمنى بي awkward ولا كمان محل تاني awkward هو one of the places يلي هو مش يعني احنا اوكي awkward في عندك you know شو الستبس تبع awkward لا اوكي سو awkward هو بلاتفورم منخلق من تقريبا 4 سنين يلي هو ثلاث اشخاص داني بوجودة اندرو حريز وبول الوف اجتمعوا قالوا تعالوا نعمل شيء كوميدي بلاتفورم انه نجيب كوميديان يصيروا يطلعوا اندر جراوند كوميدي فصاروا صدقوا للكل يعني واللي اجا وجينا واجا ناس جداد وبلشنا ببي او اس بوقتها بمر خايل وبعد فتره صرنا بكاد وضلينا بكاد which is great so صار في هلا بروسس بي اوكورد اول ستيب هي التنان يعني هي في شيء اسمه اوكورد ناس او اوكورد ناس اوبن مايك اوبن مايك مايت فظيع الاسم باي ذا واي اكزاكتلي امبارح فهمت انه اسمه اوكورد ناس انا اوكورد مش اوكورد ناس سؤالت لي لما انه لا اتس اوكورد ناس وانا اعتبرت حالي حمار which is correct بس انا فانه هيدا اوبن مايك مايت بيطلع 12 to 15 كوميديانز من ناس بروفيشنالز او عم بيشتغلوا او اماتشرز او بعضهم بلشين وبيجربوا 5 minutes each اوكي ونحن مثلا اذا انا بطلع ما بكون عم جرب ماتيريال جديده دائما وليترلي طالعين نحكي مع بعضنا طالعين نخرع على المسرح نقطه لانه تنجرب ماتيريال تنشوف اذا هذا الشيء بيزبط ولا لا يعني هو هذا الشيء ما كان موجود من اول ما بلشت انا صار لي بعمل كوميدي من 2009 سو اي جوت ذا بريفليج تو تيست اوت ماتيريال لاول مره من 4 سنين تشوف الفرق قبل كنت اعمل اي فول شو ساعه نوت نوينج اذا جوكس حيصير ولا لا So if you bomb أول الشو وانتزع الجو Yes, I have a record which is you know you remember Mojo بالحمرة ايه 45 minutes الأودينسك هيك أنا أنه عم شير وأطلع ونكت وما شوينة هيك 45 minutes I couldn't it was my show so I couldn't die يعني للأشخاص اللي عم بتسمعوا علينا بس انه وسام كمان عم بتطلع فينا بتطلع silently بتطلع silently into the camera بس بيقولوا سانك هم مون سوليتود 45 دقيقة مان صح بوافق على شيء اللي قلته اوكي ايه ف من بعد الاوبن مايك نايتس في عندك شيء اسمه الكوميدي كلوب نايتس which is هذا الشيء بيصير كل خميس وبيطلع 9 كوميديانز مع هوست it's a full night so كل واحد بيطلع له أغلبيتهم بيطلع له 10 دقايق يمكن 2 كوميديانز بيطلع له 5 minutes وفي هوست بيناتهم so منضلنا من 9 لنوصل ل12 عرفت كيف الهوست أكيد كوميديان عادة and yes والأودينس ما بيعرف مين طالع وهذا أجمل شيء لأنه لأنه صار في كوميدي كولتشر عم تنبنى بطل أنت قبل ما كنت تروح مثلا تقول بدي أروح أحضر نمر بدي أروح أحضر إكس بدي أروح أحضر فادي بدي أروح أحضر هدول العالم هلا تيجي نحضر كوميدي which is هذا exactly المطلوب هذا أهم شيء بالكوميدي سين إنه تعال نروح نحضر كوميدي we don't know مين حيطلع على حظي بيطلع الشخص اللي أنا بحبه ولا لا بس إنه إذا بتكتشف عالم كمان بلكي ما بتعرفه exactly my point so من بعدها في عندك شيء اسمه showcase هو وقت يطلعوا 3 comedians يلي عندهم 30 minutes each أو 20 minutes بعتقد و and they're established and بيقدروا يعملوا هذا الشو وبيطلعوا بيعملوا مع بعضهم هذا الشو وبطل في 9 كوميديان صار في عندك 3 and then اخر ستيب في عندك اللي هو سبيشلز يلي هو مثلا مثل ششمو مثل حسين او مثل شكر ابو عبد الله هلا بيعمل بدنا نشطف نحن عم نصور وشادن ونور ومحمد بعلبكي وجون اشقر الى بعدد هذول بس طالما ما كنت حدا فهذا هي awkward وتنخلق awkward هلأ نحن عنا مثل مسؤولية إنه تبقى وينعمل شيء بيشبهها كمان مش غلط لازم ينعمل لازم يصير في وين يعني بلبنان ولا عم تحكي برات لبنان بلبنان وبر
برات لبنان في، لانه كنت بدي اسالك في كوميدي كلتشر برات لبنان، لانه بعد باسم يوسف حكينا إيه؟ عم بيقول لنا عن الكوميدي إيه؟ انتم اللبنانيين فيكم تحكوا عن الدين السياسه والسكس صح، وما حدا له معك صح، حيلا محل تاني ما حدا له معك على فكره، بس ما حدا حسب ما حدا له معك يعني. إيه؟ إيه بس انه بس ارحم من غير بلد أرحم عربي يعني. اكيد ارحم من غير بلاد. برا في كوميدي سينز ايه ديفينتلي، سبيشلي بايجيبت مثلا اكيد. بس بعد يعني بعد مش ايش يعني، في اول شيء الكوميديانز كتار which is great، بس نفس الوقت كمان انه مش عم نعرف مين هو، مين في عالم اللي هن عن جد نوتبل يعني بايجيبت. انا اي هاف فريندز ذير اللي هن كوميديانز بعقده، مثلا في 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 شانل على يوتيوب بحبه كتير اسمه بيس كيك، ما بعرف اف يو سين ات، مثلا بيعملوا شغل مخيف مثلا ككونتنت، وبنفس الوقت بيطلع بيعملوا هدول يعني بيعملوا شيء اسمه رومانسيه منسيه، بيطلع بيحكوا الكونسبت كتير لذيذ كتير سيمبل. انا بقعد هون شاب اسمه يحيى اي ثينك، وفي شاب تاني اسمه صافي، وبتجي ميديا بتقعد بالنص وهي عطتنا كل شيء بتحبه بالحياه، وبيصيروا يقعدوا بيقولوا بيسلموا على بعض وبيبلشوا يعملوا بيك اب لاينز، بس بيضحكوا لميديا وميديا بتعطي بوينتس مع ضحك اكيد. اه كله امبروف يعني؟ لا مكتوب اكيد. اوكي. And then at the end حدا بيربح واتس ربح معنوي يعني، بس okay. كمل الحلقه يعني. مثلا this is great، اخذوا هذا الشو وحطوه على الستيج، it was ترجم للستيج وهذا شيء عظيم، لان صاروا يعملوا منه لايف. ففي عندك هذا الشيء موجود بايجيبت، بغير بلدان في موجود بس محاولات مع restrictions يعني. ما ننسى كمان انه ما في كتير انه اذا بدك restrictions ببعض البلاد اللي موجوده بالعالم العربي عن الدين السياسي والسكس، عن الدين السياسي، وفي قصص بعد اكتر يعني ما بتعرف. انا باخذ شويه على محلات تانية في قصص مور ديتيلد يعني، عرفت كيف؟ انه ما فيك تحكي عنه، ما فيك تحكي، ما فيك تذكر، ما فيك تحكي تذكر هذا الشيء، ما فيك تذكر هذا الشيء. سو مثلا وقت اخذ ششمه كان في مكان مثلا ششمه ساعه ونص ساعه وثلث، صار ساعه وعشرة مثلا، عرفت كيف؟ مع تغييرات بقلبي. وين لما سافرت مثلا؟ وقت سافرت، لا سافرت برات هذا، فانه كان في هذا البارت. اوكي ايه ما فيك تضحك علينا، ما فينا ايه ما فيك تضحك علينا مثلا، ايه دفنتلي هذا الشيء انه عيب، عيب ما شو بتترحل، عرفت كيف؟ من العاده. هي قصه انه كان كثير عالم عم تحكيني انه بدك تفل، ليه ما بتفل؟ انا بطبيعه الحال بالمنطق الماده بدي فل، كلنا بدنا نفل، لانه بدنا نروح بدنا نطلع مصاري، بدي كهرباء، بدي اقعد اشتغل وكون ما عم فكر انه بعد في عندي نص ساعه بتقطع الكهرباء، ما بدي فوت بهذا الدباجه بقى. بس ات ذا سيم تايم انه ما بدي اظهر لبرا وارجع عيد عن جديد، وبدي انطلق من هون يعني، بدي سبيشلي ستاند اب، بدي بلش ستاند اب من هون، احكي عن قصص عن جد بدي احكيها من هون، بدي احرك كل شيء، يعني كل شيء بدي احكي عنه موجود من هون بده يطلع، وبطلع فيهم لبرا. ما عرفت كيف؟ ما تكون برا وتجرب تعمل كوميدي، ما تكون برا وصير انا معلب لانه بس بدي اشتغل كوميدي، ساعتها بلاها الكوميدي. ما له عازي إذا ما له عازي يعني. ما هي it's ما هي stand up comedy is an art form that is freedom يعني. أنا لو تحضرت أنا بموت على شيء اسمه تشابلن وباستر كيتن، وبموت على كل شيء اسمه comedy that's written and it's film. لويسي كي ما شفت كيف punches down punches up. لويسي كي is my favorite مثلا بحق. is my all time favorite، لأنه بتحسه إنه مثل كل إجر عم بيجي بيقول لك إياها القصة وخلص مشي معه بغض النظر عن حياته الشخصية. أنا بحب مثلا موت على تشابلن. تشابلن كان يتزوج مزوج بنات عمرهم 12 سنة وهدول إيه بيسوى تطلع بالكبيره هلا، شو اسمه حياته الشخصيه خرا، بس انه اعماله بس فيك تفرق الفن عن الشخص يعني. مثلا كرمال ليتس سي مايكل جاكسون، في كثير عالم بيموتوا بموسيقته دي لاف هيم، بس انه كل هذا التاريخ اللي عنده اياه although it hasn't been proven، مع انه في دوكيومنتري مثل وندرلاند يعني بيفتح كل شيء. فيك تفصل الاثنين يعني، انت عم تسمع مثلا مايكل جاكسون فيك تنبسط بموسيقته ايه، لانه ما عم اجان وقت هو عم بيغم يعني الموسيقى المنتوج اللي عطيني اياه، عرفت كيف؟ حبيته وعناله وتوزريليته بالقلي وخلص it's in my culture، عرفت كيف؟ شو عمل هو بحياته؟ اوكي يصطفل هو حياته زباله. انت what do you think؟ انا هيك فكر يعني. صار في كتير مشاكل من هذا مايكل جاكسون يعني، صار في مشاكل مع وودي ألن يعني، بعبد وودي ألن كي حاضر بفتكر كل افلامه، وصار في مشكله مش من زمان بفرنسا مع رومان بولانسكي يلي هو كمان موقفينه بامريكا كان، لانه ما بحياته اللي جراها امريكا، لانه ظهر مع بنت عمرها 14 سنه وهيك حيوان فالحيوان. المشكله اللي صارت بفرنسا انه عمل فيلم وعطوه سيزار
دو ميور فيلم وقيمه الايامه انه ولو هي واز وذ ا ماينر وما بعرف شو اتس فيري هارد. لحظه في فرق بعتقد انا بولانسكي سمعت عن بعتقد انه هي هراس سمون بقلب السين بقلب الموفي لا بقلب الفيلم سين يعني اذا بدك اه ما بعرف اذا هذا الشيء مزبوط بهذا الفيلم يلي طلع عليه مش ضروري بالفيلم هو بالسين اذا هو شخص بس مثلا اذا هراسر از سمون ايلس از ا بيهافير يعني كونسنت بيهافير اكيد إيه. اكيد ما لازم نكرر بريدتور يعني واكيد ما لازم نعطيه قيمه المفروض ياخذها. المشكله كانت انه كتب انه هذا زلمه معروف انه ملاحق بامريكا وبتعرفوا كل القصص تبعوا له انه كمان كله ماينرز وهيك كمان بتعطوه برايس ايه ذس از رونج ذس از رونج بس انه انا ما فيني ما اسمع مايكل جاكسون ما بعرف انا يعني انا ما بعرف انه صح this is wrong definitely بس انا ما فيني اجي اقول له مثلا انه ليك ما تحمل كاميرا وتصور انت مع نفسك استفد عمل بدك اللي بده يحضره يحضره اللي ما بده يحضره for any reason whatsoever ما يحضره very huge debate صار كمان مع نوار ديزير برتران كانتان نو ما عندي فكره من هذا صراحه والله خرج من نوتردام دو لابي بس انه اخر مره انه مام اكشلي مام خرج من نوت دام دبي ما بيطلع لكم هذا الشيء اصلا في كثير واليوم المشكله في بيل كوزبي ايه اوكي بيل كوزبي كان يسموه باي ذا فادر اوف امريكا صح عارف كيف كان يدقدق للسيليبرتيز كمان بس كانوا يتشيطنوا يرجع يربيهم يقول لهم شو عم تعملوا اكزاكتلي كان يربيهم شو عم تعملوا يعني بشوم عليكم كذا صح طلع سيريال ريبست صح كان عم يختصب قديش 53 مره صح صح طب هذا لما بتشوفه بكيدز say the darnest things فيك ترجع تطلع فيه بزيت الطريقة لا لا لأن في visual element بعتقد definitely لا definitely لا بس وقت أحضر himself اللي هو stand up special لقاله ما فينا ما أضحك آه أوكي عرفت كيف طب ما هنا عم بيحكي قصص relatable عم بيحكي قصص هدول بالback of mind تبعوه إيه بيسوى أجري if you're a harasser if اذا انت عامل اي جرم هدول ايه بتسوى اجر تشارلي تشابلن بيسوى اجر على كل على كل اللي عمله لويس سي كي بيسوى اجر على الهراسمنت اللي بيعمله بس ما اسمع سبيشال ولا حاسمع السبيشال تبعه لا افهم شو بسك اي انجوي ذا ورك يعني مثل كانه انت عم تيجي تقول انه ما بدي اقولها لا انا كثير مسخفه بالطريقه بس انه اي انجوي عن شو عم بيحكي اي انجوي هيز ورك يمكن يوصل بمحل تبه يمكن يوصل بمحل بهيز ورك يفرجيني يرجع يذكرني يعني يرجع يذكرني بالشيء اللي هو اللي عمله بحس حالي ما عم بتوقف معه مع الوقت بصير انه خلص اوكي this guy is done for me عرفت كيف يعني مثلا بس اعطيك اكزامبل لويس سيكي طلع عليه الاليجيشنز تبعه صح بيسوى اجره يعني شو عامل معامل خبريه لويس سيكي شو طلع بستاند اب سبيشال تبعه له ان حكى عن الموضوع ومش برره بس انه حكى عن الموضوع ما بعرف اذا يعتبر اعتذار الشيء اللي عم بيعمله بس حكى على الموضوع حكى بطريقه apologetical ومجرب ينكره يعني بس اكون كنت واضح ما بيكفي الاعتذار اوكي أكيد. ابدا ما بيكفي الاعتذار بس مثل ما بحق للناس يقولوا انه ما بدنا نحضر لويس سي كي او بحق لهم يقولوا للعالم تو بويكوت لويس سي كي هذا حق بحق للناس تحضر لويس سي كي تسمع اتس ا بيرسونال تشويس ما اخر هم شو يعني اكيد هم شو عامل اخر هم يعني ما حيأثر على البرودكت ما بيهمنيش حياته الشخصيه ما بدي اتعرف عليه وخلص بدي اشوف شو البرودكت بدي اكمل حياتي طبعا انت وقفت تسمع مايكل جاكسون انا ما يعني I was a fan موسيقته بس بعدين بس عرفته القصص ما فيني اطلعها من راسي صح كانت اكيد هلا حرام هو كمان يعني اختصبوه he went through so much وتاريخه يعني تشوف قصته بتبكي يعني إيه؟ بتشفع عليه كمان بس ما بعرف يعني حضرت دوكيومنتريز بيحكوا عنه الزلمه كان ماشي ما غير مش وندرلاند كان نيفرلاند بس كمان العالم كانت تقول انه بس تتعرف على مايكل جاكسون كان يعني هي واز بروفيتيك كان سو ان تاتش مع الكرييتيف سبيريت تبعيته انه بس تطلع فيه تقول واو يو نو سو لانه هذا الستار افكت اذا بدك مطرح معين هذا الشيء الموجود بس اجان برجع بكرر حياته الشخصية عن جد يخبط حاله لبكرة في هذا good product وأنا عم فان ما حأنكر وخبي حالي يمكن أونلاين أكذب على العالم أطلع أقول إنه إيه مايكل جاكسون بيصوت إيزي بس إنه بنهاية المطاف حط هيدفونز اسمع شو عنده
just music. It's music. في كمان باك مثلا باك was a, كان ناتسي طويل عريض وكان يقتل كل حدا وي فرديناند سيلين واذا بدك ترجع ما بتبطل تقرا شيء بتبطل تحضر شيء ما في خلص انه بوقت بلاك لايف بلاك لايفز ماتر كمان وقفوا يحضروا جون وذ ذا ويند وديزني بلس بلشوا يشيلوا هول الافلام اللي هن بارت اوف امريكان هيستوري من الستريمينج بلاتفورمز لانه كان عندهم اي افلام كان في Gone with the Wind ليه وقت شيلوا Gone with the Wind لانه it's about the secession war ما بعرف اذا بيقولوا secession شو بتقولوا بالانجليزي la guerre de secession بين north وساوث ما بعرف حالك ايه معك secession war دونك وهي كانت المره يلي بتشتغل عندها انه she's black and انه ما كانوا انه no rights ايه no rights وهيك second degree اوكي 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 هذا الشيء مثلا تحليك شغله اذا ما هي again that's different كيف في مطرح معين كان بأمريكا كان عم بيشتغلوا إنه against black propaganda يعني مثلا شو اسمه Gambino you know him يلي عمل غنية This is America okay Childish Gambino Childish Gambino yes 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 عمل غنية مخيفة كتير حلو ال visual كتير حلو شو حط فيه بقلبه كتير حلو تعلمت من وراء هالغنية عن جد شو صاير بالهستري تبع لأنه صار في كتير references هو حطن سو تعلمت من بالضبط أوكي سو في كتير بالبلاك هستري في دائما بروباغندا against black people and ما ننسى أكيد كل شيء صار معهم هن قبل ما هذا شيء huge في حرب أهلية طويلة عريضة بأمريكا صارت بس كرمال إذا هن في يكون عنده slaves ولا لا فكل هيدا إيه لازم أكيد من مطرح معين بدنا نحن بده ينشال قصص يلي هي كانت against the black community بس في عالم يلي حترجع تحضره for many reasons for historic reasons to learn about the cinema history شو كان ليه هذا الشيء نعمل مشان الحايك ولحالكم بخبركم يعني عرفت كيف انه you had an episode with him اعظم زلمة بالعالم بحبه كتير فا you know يا ريت تسألوا هذا السؤال لأنه بعتقد بيعطيكم هذا الجواب المفروض إنه إيه هدول قصص كتير بشعين بس لازم يكونوا موجودين بعضهم معنا وما نكبهم نحرقهم تنعرف شو من وين جايين وشو الصح وشو الغلط نتعلم من غلطنا بعرف إنه كمان الرقابة يعني all forms of censorship كمان بيودوا لتطرف صح ما أنت لما ما بيكون في exposure صح أول شيء بتعطيهم إذا بدك أمينيشن العالم بتفكر أوكي هولي العالم عم بيجربوا يخبوا قصص علينا عم بيجربوا ينكروا القصص كرمال نقدر نحن ما نعرف تاريخنا و when you don't have the information available بتعلق شخص بأكو تشامبر و hey, this is how you get radicalism عارف عدوك برو أنه أهم شيء 100% عارف عدو إذا أنا my enemy هلأ بهذه اللحظة هي البروباغندا against black community وكل شيء اضطهاد عم يصير black community وكل شيء عم يتخبأ أنه لا 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 نحن ما فيها دولة لا I have to know ليه أنا I'm fighting this fight ليه أنا عم بقول black lives matter بحس العالم صارت كتير هيك سيف عم بتعيش يعني كأنه be a giant mall انه كل شيء هيك واو everything is this nice this is bad it's the comeback of the puritanism this is very bad political correctness yeah exactly political correctness يلي هي حاعطيك اكزامبل ما بدي اقول جمله اربع اب ابشع شيء قطع فيه كل لبناني يمكن اكيد انتم اول ناس مش اول ناس انتم ضمن الناس بعتذر وانا كمان وكل العالم قطعت بهذا ابشع شيء كان في عنا ديبيت هذيك النهار لأنه should we can we joke about أربعة أب الريزلت اللي طلعنا فيه هو ما فينا to joke about أربعة أب it's the way that we joke يعني مثلا يعني we joke about السياسية اللي خلقوا أربعة أب we joke about شو كل شيء خلق أربعة أب عرفت كيف بس we cannot joke about أربعة أب itself عرفت كيف فا it's do it's political كان فاجع لأنه إيه لأنه political correctness موجودة بس إذا كانت إكستريم في شيء غلط في شيء كتير بشع عم بيصير it's how you joke about it it's not to joke about it. لا في عنا بيقولوا إنه لا we have to joke about everything ونحكي عن كل شيء وخلص وما في censorship وهيك في ذوق من صح that's good taste بس know how to joke about it choose the correct context to joke about it and then من هونيك لأنه أعطيك an example أنا بحب كتير القصة أوكي في مرة awkward
اوكي بيأكل نحن وقت نطلع على ستيج ونعمل بي سي سي ان كوميدي كلب نايت ما بنقول ما الاودينس ما بيعرف كل كوميديان دي عنده وقت سو بيجي حدا من برات لبنان وهو لبناني وبيطلب من اوكل انه بليز انا كوميديان بعم برات طلعوني لانه عاده نحن ما بنقبل الناس ما يطلع اوبن مايك بعدين نطلع كوميدي كلب قال لهم اوكي عرفت كيف شادن واز ذا هوست شادن واز ذا هوست سو بس تعرفوا شو الكونتكست هلا هيستوري يعني فواقفين ورا نحن وقالوا انه طالع هذا الانسان بليز رحمه معنا ب اكس طلعنا نزقفه he had 5 minutes by the way not 10 5 بيطلع بيقول بلش بنكت انه اجا خيي معي وقف حد هدول نكت الهبله فنحن انه اوكي فك هدول واسبي واسبي نص هذا بيجي بيقول ليك كترانين لوط لا بهي الجمله هي سدت عرفت كيف نحن كلنا بنعمل هيك الاودينس بيعمل هيك كله بيطلع عشان انا براسي انه بليز تكون تيرن اوفر جوك بليز بليز تكون انه عم بقول شيء كتير شوكان وبنفس الوقت بيرجع بيقول لنا شيء كتير برو ال جي بي تي نحن بليز 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 براسنا واز قال ايه ما هن بيعملوا طط 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 العالم انطاعت هيك كلها سوا نحن ضعنا براسنا انه شادن وين بليز بس شادن دخيل اجريك انه دبوا شادن لا لا شادن شادن نعرف نعرف مايك حق مايك حق مايك حق بس انه وي هاف ا شو شوي شوي ايه روقي شوي انه وي هاف ا شو طلعنا على ستيج شوي شوي معنا ايه فمطرح معين انه فكر حاله انه هي ونت اوفر تايم فسال هيك الكبله جماعه اكل انه بعد معي وقت الاودينس كله قال له لا ما معك وقت خلص هيك فهي وان داون طلعنا كلنا نكتنا عليه طلعنا كلنا استلمناه هون بهذا اكبر دليل بدي اجي اقول لك انه نو هاو تو جوك اباوت ذس اباوت ا سبجكت مش انه جاست جوكينج اوت يعني فيك تنكت مليون مره عن ال جي بي تي في مليون نكته بس اتس ذا واي كمان بعتد سوري أنا بس كنت بدي أسألك لأنه سألناها فضيع سألنا شادن وسألنا نور في شيء وأمونز مرة كنا لما عملنا حلقة معه في شيء موضوع أنت حاطط حدود ما فيك تنكت عليه كل شيء ما إذا بيعني لي وإذا عن جد بدي أحكي شيء عنه ما في ما في ما في ما في ما في ما في موضوع again it's the way يعني هلا بالحالة يلي نحن عايشين فيها كنا انتقدنا في صار في كتير نكت على البنزين والناس صح و... صح. وما بعرف شو انه فيك اليوم تنكت على الفرماشيات يلي ما عندهم ادوية اول شيء لازم اعمله really؟ ايه لانه هن عم بيحتكروا عم بيحتكروا سو هن الغلط هن الباد جايز فرماشيات البنزين so كذا اوكي ساتاير وكوميدي هن the most effective and the fastest weapon the peaceful weapon you can ever use بشي انان remember شي انان اوكي I used to work in شي انان بشي أنا كان في عنا دايما سلام الزعتري وفؤاد يمين بيقعدوا هن الأنكرز سو كان دايما اللعبة تبعيتهم أنه سلام هو السنة وفؤاد هو المرونة كانوا دايما يعملوا هيك أنه إيه أنتوا أكل أنتوا حتاكلونا لا أنتوا بتكون تا 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 تا. طب إذا نحن طلعنا بشي أنا جينا قلنا أنه سلام نحن لازم نكون إخوة بالبلد إيه عن جد فؤاد تعايش 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 وهدول إيه كسرت شغلي إيه what's the message behind this بس doing this ونسخف هيدا الفكرة أثرنا بعالم كتير وصلنا مساجات ليوم مساجات وشفنا العالم على الطريق كيف عم تحكي especially بوقت المظاهرات أنه كيف كانوا عم بيوقفوا لسلام بيحكوا معه أنه شو حيصير بعدين لأنه they trust him they know أنه they trust أكيد التيم كله وthey know أنه ما حيلبس كفوف إيه أنه ما مش حاجة أنه نحن منحب بعضنا ونحن لا 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 هيدا هي المشكلة تعالوا نحكي عنه ونحن نحكي عنه بلانتلي نسخفها قدام إذا أنت إذا أنت كأوديانس حتضحك على الفكرة يعني بس ما أنت بتعملها يعني شت أنا النكتة 100% so let me change so that's the fastest way to do that إيك كمان بدي أحكي شوي عن أربع آب عن موضوع أربع آب إنه whether or not نحن we can joke في بيت ديفيدسون كوميديان مع SNL yes بيو توفى ب 9/11 Yes. وهو بينكت على 9/11 yes. بس بعتقد بيقدر ينكت عن هذا الموضوع لأنه وقت قطع إيه and صار في resolution لقطوا الأشخاص اللي كانوا وراء 9/11 إذا بدك ما بنعرف إذا لقط هون بس إيه. ما حنفوت نحن هلأ مؤامرة كلمة ما يشيلونا من يوتيوب أكيد. أنا ماشي حالي بس إيه يعني قطع وقت إيه. أنا I think كمان مع أربعة في قطع وقت and بس العالم بلشت مش ضروري تنكت بس تتفنن حوالي أربعة يعني بما فيز انت شفت اكيد شفت صار في ميوزك فيديوز عم تنعمل
بيسوا اجري. ايه مين فادي؟ فادي بتسوى. ايه فيك فيك تقول للاشخاص شو 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 اللي نعم تذكر شو نعمل بالضبط؟ اول شيء كان في ما بعرف عالم لابسين روبس عم بيمشوا تبع يزبيك ما بعرف يا كمان انت. ايه انه شو عم شو عن جد شو عم تعمل شو عم تعمل شو عم تعملوا شو عم تعمل مين فتح مين فتح لهم البوابه تبعت البور قال لهم تعال انزل صور انه نازل وفي واحد اسمه فادي ما ادري شو عائلته انه طالع عم بغني هي شعرته طوال شو اسمه ما بنسيت عائلته سوري ايه بس انه ليه سوري لا مش سوري وجع الوجع قد الانفجار او اضرب يا خي لا مش وقتها ابدا مش لا لا دونت يوز ذس هلا يور يوزينج ذس ونقطه اي في عالم هذا اللي حط لي التمثال تحت ومع مع مع العصفور اللي عم بفنتر على البسين خي شو هالحديث في كهرباء 24 على 24 وفي مي وفي مي وجيش حاطين السكالشر ايه وطالع قايل انه انه هذا سياسي وهذا سياسي وهذا سياسي هن داعمين شكرا كثير انه فوتونا خيي بس وسام هذا الفن انعمل كرمال يشهر الفنان يعني هو حط حاله اذا بدك بالفرونت ستيج واللي عمله اذا بدك كان سكندري بس هذا خسران كانت بروموشن لإله بس في اشخاص مثلا عملوا ارت يعني كنت عم بحضر كمان دوكيومنتري عن الفن اللي انعمل بعد ناجازاكي رايت اتس هيك في ذوق يعني كمان في هذا الشخص اللي عمل السكالبتشرز بعتاد من يعني الماني او شيء كان ازاز طلياني ازاز with the faces of الضحايا يا خي ايه بس it's not مش بمحل الجريمه لا مش بمحل الجريمه بس انا عم اقول انه فيك تعمل فن tasteful وايه وما تبيعني اياها انه اربع اب ما عن جد ما تفتلي فيها هلا ما تفتلي فيها هدي بيجي اذا بتعمل مت ميموريال إيه؟ اوكي اكيد ومع فن لا لك ليه لا فيني لك ليش هول الصور كانوا كتير حلوين وأهالي الضحايا كانوا قاعدين كانوا موافقين كانوا موافقين بس تعمل كليب فيديو كليب وغنية وانت عم تترقص وشعراتك وعرض الجريمة يا زلمة اوكي باي ذا واي ذكرت شيء عن 9/11 باي ذا واي كتير مهم 9/11 ما كان يلي صار انه في ناس خطفوا طيارتين وذي اتاكت اذا بدك يو اس وخبطوا ببنايتين ونزلوا هالبنايتين وصارت هذا الجريمة الكبيرة صح انت اربعة اب هي جريمة عملت من المسؤولين عنك so no fucking way انا اتقبل من اي حدا قبل ما اخد حق خي او اخد العدالة تبع كل العالم especially اهالي الضحايا يلي هن كلنا اهالي الضحايا بس انه الاهالي الضحايا اللي بعدهم هن عم بينزلوا يتظاهروا ويطالبوا بحقهم وبدهم يعرفوا الحقيقة نحن قاعدين عم نعمل شغل بس كمان انه يا خي شو عم نعمل بيت ديفيدسون اللي حكيت عنه انت باي ذا واي كان في يعمل هالجوك من قبل حتى كمان ليه اللي تبع الروستينج يعني هو بيجي بيحكي انه كيف انه بيو مات بالهدول لانه هو صارت معه المشكله exactly. لانه هو بحق له يحكي عن الموضوع انا ما في ما حدا ثاني ما في يطلع يقول انه ايه باي بيت ديفيدسون ومات وهيك ذس از ان اسهول بس انه بيت ديفيدسون بحق له يقول انه ايه انا بي مات ب 9/11 وهيك هيك ونكت على الموضوع لانه كوميدي الثيرابي كمان لانه صح ولانه بحق لنا نحكي وانا بتحكي بشاش ما بحكي كيف عم موت جدي لا بيتقبل العالم لانه مات جد مش انه بحكي عن جد رفيقه لانه اتس بيرسونال تو مي وتركتني صاحبتي بحكيت عنها ات واز ذا فاستست بيت كتبها بحياتي كتبتها تركتني بينها تركتني الاحد الاثنين كتبتها الثلاثه طلعت فيها على ستيج ات واز ذا فاست بيت ليه لانه اي وونتد تو توك I needed this therapy to اخدها وهذا هذا اللي صار وهيك عم بيصير هلا مثلا بالشو الجديد بحكي كيف انه معلمة كاتشاز صلبتني على الحيط وهذا هي كلمه وحياة الله معلمة كاتشاز صلبتني على حد ايفات اذا بعدك عايشه بكره هيك شو اسمه بالشو الجديد بحكي كيف انه ما معي مصاري لانه خبطت وجهي بس ما معي مصاري فوت على المستشفى بحكي كيف انه بحكي عن شو صار وعن ايكونوميك كرايسيس وعن هدول ليه لانه بيرسونلي انت تاثر بيوجعوني بس نفس الوقت they're relatable للعالم عرفت كيف أو I try to make them relatable as much as I can بس مش بس at the same time ما بوصل لمرحلة أو بحاول ما أوصل من هلأ بعتذر على أي شيء أنا عامله أو حأعمله قريبا ما بلا ما أحس لأنه من out of شو اسمه اندفاع بس ما بوصل حالة لمرحلة إنه طلع هيك material كرمال جريمة بعد ما صار لسنة ومش بس صار لسنة بس إنه بعد ما صار شيء فيها بعد جرم بعد ما في شيء استنجب بعدنا يعني بعد في بيوت عم تترمم بعد ما في حدا تحاسب انه هاي يعني لك اصغر شغله ما حدا تحاسب
ما هيدا لحاله كيف بدي انا اجي اقول انه ايه وجعي هلا حسان دياب هرب هاي كنت اولى سبقتني عمرك اطول من عمري تفضل حلوه هاي اوكي جرب ما توقعت يعني يصير هذا الشيء ما توقعته حيصير هذا الشيء ايه راح يعمل رايح يعمل زياره لبنته مش عارفني ما ايه بطل رئيس وزراء في نحكي عليه أيوه. ونهارين قبل ما بستدعوه تحقيق ايه رايح زور عندي شو اسمه خي طمكي والدوله قالت ايه نروح اكيد الدوله راح تقول يا اخي طما 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 مين راح يوقفه بدي اجي انا كيف بدي اطب مثلا هذيك المره اوكي طالعين في على الحيط تبع المرفأ كان مكتوب ناس جرافيتي وحاطينه اجوا ناس المسحون دا يرسموا يا اخي بفهم ايه بس كمل عنه بتعرف في شخص حط سبراي بينت قدام جريمه المرفأ دولتي فعلت هذا صح ماي جوفرمنت فاجت مدري مين هي شفتها بعد مرسل قال انه قال انه انا عم بعمل شو ثيرابي ارت ثيرابي يا تقبريني في مليون حيط اتركي لي الحيط خي نحن ما نحكي كيف انه لا قاعدين عم بيرسموا خي يعطيكم ما بعرف شو بدي اقول لكم انه قاعدين عم بيرسموا بيوت وما بعرف شو زبطوها لدوله دي فعلت خي ليه رجعوا على سما رجعوا شالوها انا ام سوشيال ما مش مقطعت بعض بس انه اكيد من شاله يعني انا دولتي بتذكر وقت خلدون جابر رفيقنا رجع كتب دوله صح على هذا كمان بس يعني يثبت الفكره انه يا خي صح ليه بدك تشيل هذا المسج صح خي صح لا بس ليه بده في حدا بده ليه بده ينسمح له اصلا ينعمل هذا الشيء لانه بلبنان بنمحي كل شيء اكزاكتلي لانه بنلطف القصص نحن مثل هدول بيطلعوا بيعملوا بياخذوا الازاز اللي تبعت كسر بيعملوا لي منه جولري او بيعملوا منه كان ما صار له 3 ايام بعد الانفجار صاير جولري فهمت هاي كله خرا من الاخر خي انه شو عم تعملوا شو عم تعملوا برو ليك ما هي النيه ما بعرف انا I'm being the devil's advocate لانه بعتقد كمان في بعض منهم في منهم بدهم يعملوا self promotion blatant بدهم يشوفوا حالهم بدهم يحطوا حالهم front stage مثل هذيك الشخص وفي عالم عم بيجربوا اذا بدك هلا اذا عم بتبيع الجزدين او الجولري او whatever وجزء من البروسيدز بيروحوا لتشاريتيز ما بتتهضم اسهل لا لا هي 99% ما بدي هضمه اتركي لي الازازه على الارض شو بدك بالازازات هلا ما تفوتي لي فيها الدباجة او اترك لي هالازازة على الارض خي لانه هلا مش وقتها هلا 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 مش وقتها بعدين وقت ناخذ حقنا نحكي بنشوف انه هلا صار فينا تو ريمبر تو ريمبر اذا كل يومين بنحط مره نحط شعله ومره نحط شغله تانية ومره حدا يخي بحس نحن اللبناني بنحب هالقصص يا خي ايه ونحن اللبنان ورزيلينس ورزيلينس وموسيقى حزينه ومع فيولو على قصص خي وعو انه بتجيب انه في ازمه فايتين فيها خي ما قال رب بس تذكر باول 17 20 وقت كانوا يطلعوا هول السكالبتشرز من الفينيكس للمدري شو مش للفست الفست خي ليتس سي ايكون اوكي ايه. بس الفينيكس وكل هول السكالبتشرز وقت كان عندنا نحن سياحه كلها ارت جاليري خي ما هي اوكي 17 20 از ديفرنت لانه 17 20 هو نحن نازلين تو اكسبرس سو منطق يكون في جرافيتي منطق ان نوس ان دوكيمنت كل شيء عم بيصير وذ ارت اند وذ 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 هيستوري اند وذ الناس عم بيأرخوا وناس عم بيكتبوا وناس هدول هذا منطق هذا نحن وير اكسبرسينج بس في حدا يجاوبك انه هذا يلي عم بيغني قدام بمرفق بيروت هيز اكسبرسينج يا خيي يا خيي بس ما لا يا خيي بدك انا ماني بدك تغني بدك تغني عن قدام مرفوق ما تعملها من كل حدا بده يغني عن الانفجار اربع اب جو فور ات ما تعملها قدام المرفق دونت دو ات مش عرض جريمه ببيتك بهيدا اف بحبك قد الدنيا يو روت ا سونج ا بيوتيفول سونج عن موضوع يقبرني ربك بس مش على عرض الجريمه خيي مش هونيك ونقطة لأنه شو عم تعمل What are you saying مين سمح له يفوت أصلاً حتى هونيك يعني هي بعدها إيه طيب أوكي لأن سمح له يفوت يعني بده إيه عمله بس كمان هي الفن لما بتحكي عن هيك جريمة it's kind of like I'm you're trying to get over it يعني عم بجرب تنسية إنه خلاص قطعنا هذا الفيز وصلنا بفيز الفن وبعدين next phase منسكر ال خلاص بدري من هذيك ما طلع بوجه دائما بدي أف مدري شو إنه في ناس عم يكترحوا إنه يعملوا ميموريال كله هو سوا مان شفت إنه هذا الشيء بدهم يعملوا ميوزيوم مان ميوزيوم بقلبه هادو يا حبيبي إنه what the fuck يا حبيبي شو عم تعمل يعني لحظة بعد اسمها جريمة وتيوصل قاضي شريف قاضي إنه يكون عطينا حقنا completely عمل هيك تعال نحكي نشوف اذا بس هذا المرفق تبعوا لك كمان بس ما فيك تعمل ميموريال مو الميموريال مطرح تاني خي فظيعين يلي عملوه بنيويورك
ما صار شيء على وين كان في الورلد تريد سنتر 100% عملوا الميموريال غير محل بس طلعوا اي ثينك ان طلعوا كمان ضو هلا لل 20 لل 20th anniversary بس بس هل ضو دوين دوين مثل التاور ضو بس هذا في 20 سنه وفي جو لا وبس هل وين ما وين ما كان ايه بس يلي ما عمروا شيء ما عملوا شيء للميموريال غير محل ايه بس بعد 20 سنه ما عمروا ميوزيوم وبلس no. وبلس بالنظر انه خلص هن اخذوا الانتقام تبعولهم انه وتنقتل وتنقتل بن لادن اخذوا حقهم سو فينا نعمل هدول القصص انه كان بتعمل ميوزيوم باوشفيتس ذات الشيء ما فيك او انا هيك فكر يعني ما فيك اليوم بلبنان ما بعرف عم بيصير اصلا يلي عم بيفتحوا المرفق للناس ليقدروا يصوروا ويغنوا ويعملوا ما هن ورا الجريمه هن اللي عم بيعطيهم عم بيعطيهم رخص سري ليه اجان اي عم بتطلع اي حدا عنده اي ارتستيك اكسبريشن بده يعملها جو فور ات مش عرض جريمه ونقطة وما تحط ما نحط صور العالم وهذا وي نو بالورد تبعكم بالميوزك تبعيتكم بأي بأي بالستاند اب انه عم تحكوا عن هذا الموضوع مش عرض جريمة دونت يوز الضحايا دونت يوز وجوههم دونت يوز اهالي الضحايا عن جد دونت بي ذس دونت بي ذس بيرسون مش لأنه مش ان الفيكتيمز لانه عم بتزيدوا الطين بله خي لانه عم بتخليني انه طب انه ما تلطف هذا الشيء ما تخليني ما حغني معك خي من الاخر ليك انت يو منشنت كمان هذا غير الفن كنت عم تحكي عن حياتك الشخصيه اي ثينك كمان يو جوكت اباوت ات بس انت يور جيرل فريند يو جايز بروك اب يو بروك اب من بعد اربع اب من ورا يو مايند اف ريسنتلي يا 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 رو 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 انه عم ديلينج وذ ذس بس انه هيك هل يو ديل وذ ذس وذ تنز اوف ثاوزندز هذا هيك جين هيك هاجز على ريدت خلاص لا اوكي سو اي واز وذ سم ون هيدا كمان اتس فيري ريسنت باي ذا واي فور 2 ييرز وكنا يمكن بعدنا انه ان لوف بس وصلنا لمرحله وير فتنا بالروتين فتنا بي مش عم نقدر تو ايفولف اكثر بالعلاقه لسبب واحد وضع البلد مش مخلينا لكذا سبب يلي هو مثلا انه فتنا بالروتين تبع انه قبل كنت انه وعي انه تعال قوم نطلع على طرابلس مثلا هيك مشوار حلو هيك مشوار حلو هيك بالله الساعه 3 الصبح يوم على البنزين ما في هلا لك بدك نروح على الدكانه هيك انه ما في هذا انه بدك نعمش ما بعرف فرق انه بدك انه ما في لانه اذا بدي اوقف كل يوم على البنزين على ساعتين وهيدي ساعتين طارت من حياتك هيدا ما تنسى ابدا وما عم نقدر نعمل قصص هيدو فاينانشلي مش عم نقدر نعمل قصص اللي بدنا اياه هون ما عم نقدر نتطور وبنفس الوقت ما في مش عم نقدر نوضح يعني الفيجن للفيوتشر تبعونا انه اذا هلا انه اذا حدا بده wants to settle down or other wants to follow the career بس بيقربون على بعض وبيعملوا compromises بيلحقوا هدول ما في شيء بياكد لك انه انت حتعمل هذا الشيء صح ما في شيء بيضمن لك انه especially اذا مثلا قررتوا تفلوا من لبنان تروحوا مطرح تبلشوا حياتكم عن جديد انه خلص لبنان ما بقى محل فيك انت تعيش فيه بدك صح. تسافر صح. شخص واحد مثلا بده يسافر الثاني بينحط بموقع كتير صعب 100% right لانه on one end بركي هو منه او هي منا emotionally ready تقدر تسافر right منا مرتاحه let's say in the relationship او ما وصلت لهال sorry stage بالrelationship where شخص بيكون مرتاح يقدر يسافر مع شخص تاني ويبنوا حياة سوا right and on the other hand you like طب صار في ultimatum either هذا شخص بيسافر انا ببقى هون ورح نعمل long distance وبركي ما يمشي الحال ما هيمشي الحال ما يمشي الحال لا long distance is a no go for me لانه هيد اعتبر هذا تليفون مثلا هاي جايز عم تسمعيني هيدا بلبنان اوكي ماشي كيف كان هيك هيدا على شهرين يعطيك هيدا بس بلبنان محل ثاني بركي بيمشي الحال هلا حزعل كثير عنه بلبنان هلا بركي نزعل كثير عالم لانه في كثير اشخاص سافروا وبركي ما فهمت انه ما تعملوا انفلو اذا بتحبوا لونج ديستنس ما في شغله كمان انه كنا عم نحكي فيها يعني اذا بدك تلحق حدا اذا هذا الشخص عنده شغل وبيقول لك انا عندي شغل وانت اليوم ما عندك شغل تعي معي وبركي منلاقيك شيء قصه بس اذا اثنين لازم يجوا يبلشوا فروم سكراتش هون صعب اكثر كمان وهيدا اللي عم بيصير هلا بلبنان اذا حدا لقى شغل وتاني راح يروح معه لانه لقى شغل موضوع مزبوط بس اذا اثنين بده يرجعوا يبلشوا حياتهم من اول وجديد بغير بلد صعب شو الضمانات تبعولك اول شيء شو الجارنتيز تبعولك انه
شو بيضمن انه انتم تضلوا سوا من بعد ما بلشوا حياتكم على جديد بمطرح جديد هيدا؟ شو بيضمن فاينانشلي تقدروا تعملوها مع بعضكم؟ شو بيضمن كل شيء مش ظابط، كل شيء يعني تخيل هالستريس عم تحطه على حالك، وانا حيصير عمري 30، عرفت كيف؟ بتعرفش يعني انا عم حيصير عمري 30 هلا، في 12 سنه من حياتي اذا بدك، انه من بيلدينج ذا كارير وبيلدينج، انا كمان حيصير عمري 30 وعم حس ذات الشيء بقى ربك. فانه هيك انه اوكي انا كده 12 سنه انه راحوا من حيروح من حياتك، ترجع تعيد عن جديد مع شخص ما بتعرف اذا حتكملوا سوا من ورا الوضع اللي انتم عايشين فيه. في الفاينانشال انستابيليتي، خي لو كان عندك مصاري، لو كان لك مرتاح بركي بتاخذ هذا القرار وبتاخذ هذا الريسك. ايه خلص، في لك بيت هونيك او بنستاجر بيت ومعنا مصاري الرواق، اوكي ساعتها بنقول تركته، في حدا بيرجع، يا حدا بيضل بالبلد بينتقلوا بيوت، ويا حدا بيرجع على البلد وتصطف له، هيدي رواق. إيه. بس اذا فاينانشلي اثنينكم منكم ستيبل ورايحين تبقلعوا عن جديد سوا، وبركي تبنوا عائله، وبركي المفروض، ما هو الهدف تبني عائله بالايه، ما هي ذات سوا رايحين سوا، عرفت كيف؟ شو بيضمن لك؟ يا فتخيل انه انا وصلنا لمرحله انا وكستي قلت لنا بعضنا انه وي لاف ايتش اذر كثير، بس انه شو بنعمل؟ انه بنضلنا هيك انه ايه نحن بنحب بعضنا، بس انه ما عم نعيش حياتنا، باي، انتهت القصة. انه خلص من it sucks immensely، عشت احلى علاقة بحياتي لهلا، ما عرفت كيف، وقت اكثر علاقة طبيعية بحياتي بعده، بس انه بين her happiness وبين my happiness، بس انه her happiness اكثر، فضل to let go بهاللحظة، ومن ورا وضع البلد اللي معي عشت هذا الشيء، it's not my fault it's not her fault ابدا. It was peaceful, it was mutual. بس انه it was وضع البلد. لك انا يعني انا ما فيك سوري جو اهيد ثانك يو. مش معقول صح. لك انت اما تحكي تلتي اخر وحده قبل ما تحكي انت عمول هيك اوكي تلتي سبتي نسيت شو كمان. ايه لانه بيقولوا لك كيف هذيك مره كنا عم نحكي انه بيقولوا لك happiness is a choice، الحب اقوى من كل شيء. مش مزبوط بولشيت ما مش مزبوط. ما يكون عندك يعني بيلز بدك تدفعه، لما بيكون عندك مصاري، لما البوس تبعك ما بيحبك وما عم تعمل مصاري ابدا، اول شيء رح تكره حالك، ورح تكره كل شيء اللي حواليك. صح. انه طبعا الموتور بده يجي يقول لك على 6 امبير بده 1,080,000، ما حد يعطي عبطه لك، انه بحبك خي انا، هيدي بدفع لك عبوطيت واكسبوجر، ما بتصير القصه. انا اذا بدي سافر بفضل سافر لحالي، أسس حالي، زبط حالي، تكون الأرض تحت إجري يابسة as they say so that فيني بعدين استقبل شخص أو فوت شخص بعدين بحياتي. وأنت بتدري وأنت مش عم تحكي بباتت عم تحكي أكيد منك عم تحكي بمنطق أنه إيه أنا بدي أمشي العلاقة. No, 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 no. نيناتكم عم تشتغلوا سوا، بس أنا شخصيا مثلا أنا بحكي من مرحلة بيرسونال، برفض كل الرفض أنه أحكي مع أكون مع حدا وين أنا مني financially stable وعيشة هذا المطرح يلي هي انه في دايما ضياع، في دايما نقص بمطرح معين. بلاها it sucks. بحبها بس بلاها بتقرف مان. ما كان لو كان البلد هلا اتليست وضع احسن، اكيد كان كل شيء طاير، كان كل القرارات اللي اخذتهم غيرت. ما بنحكي فيها هاي، بنحكي دايما هاي يلي بيأثر شخصيا، يعني انت شو عم بتحس، بس ما كتير بنحكي انه كيف الحالة اثرت على كابلز. إيه؟ على الناس يعني حكينا بالكورونا. تحضر الشو الجديد لا بس really if you think about it انه اليوم اذا لما الرجال بيخسر شغله منه منيح او انت منهار من ورا الحاله لانه عندك مشاكلك وعندك في مشاكل البلد بيأثروا كتير على علاقتك مع التاني. يعني وياما في عالم عم بيتركوا ورا شيء مزبوط which is very bad، لانه علاقتهم كثير حلوه، كان في عالم كثير بحبهم كانوا علاقتهم بتعقد. خي واحد منهم علاقتي انا بحب علاقتنا، كنت امزح مع العالم يجي يقولوا لي مثلا نكون مؤخر مثلا وصلت على الباب قبله وهيك يقول لي وين، اقول له تركنا، يصير انه لا شو، كنت احب الرياكشن تبعيدهم. فتخيل هلا الا صح، عرفت كيف انه لا وصلت I cried wolf so many times، يعني عرفت كيف هذا خلص يا زلمه خلص مش عارف. لا في كان في هو he's a bartender he owns a pub يعني فواقف هيك ورا البار وعم خبره، قلت له ليك بدي خبرك he's a good friend of mine، سو قلت له صفيت ساعته شوي بالبار، ظهرت قلت له ليك بدي خبرك شيء وتتخلص، قال لي شو good or bad، قلت له bad، قال لي شو تركته، قلت له قال لي ايه املاك، بعدين خبرته قلت له فكرنا بمزح معه برو تريل برو تريل، قال لي وزك
ايه ماما توكن 3 تايمز حتى ياكد انه اوكي شد زري. لا اتس هارد يعني في كثير في كثير عيال كمان انه كابلز وعيال انه ناس ناس عم تترك ناس عم بدها ناس ما عم بدها توفي فاينانشلي لعائلتها وهدول. المشكله هي انه تشويس انفرض عليك بلا ما انت يكون عندك حي لا شيء فيك تقوله يعني it's not your choice it's a choice اجى من فوق or مش من فوق يعني انفرض عليك and انت you have to deal with the consequences بلا ما انت يكون عندك حي لا مجال تقدر تتحرك. صح صح ف that's why انت it sucks بس فكر ريزيلينس على كل الاحوال يعني بس we don't اذا بعدنا باقيين بلبنان we don't have other choice but to work until ما شيء يتغير او until منفل. لا بعتقد كل العالم اللي هلا بلبنان او ما فيهم يفلوا او عندهم سبب يبقوا ايه ما في حدا عنده سبب كتير واضح يفل بس انه في preferences مثل ما قلت لك قبل شوي انا ماي I have so many things that I'm doing things that I say them publicly since things يلي هن personal لألي that are priorities لألي كمان بنفس الوقت وفي أهم واحدة فيهم stand up I want this art form so bad that بنقهر إذا ما إذا في أسبوع ما طلعت فيها stage وفي أسابيع ما طلعت فيها stage قطعت فترة there's a relationship مع الأودينس مخيفة مش بس أنا كل الكوميديانز عم يطلعوا أكيد نشتاق لهم عرفت كيف يعني نحن بنروح نحضر awkward وتروح حد ما يكون عاد نحن بي awkward it's a rotation so مش كل نفس الكوميديانز بيطلعوا so بنروح نحضر يعني أنا ليلة الخميس عندي هي إنه أنا رايح أحضر awkward ليه ما أنا بعرف الجوكس تبع الكوميديانز بس بدي أروح أشوف الأودينس خي أول شيء بدي أسمع ضحكاتهم بدي أشوف إنه هدول في 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 ناس بالأودينس بنسلم عليهم بنعبطهم صاروا أصحابنا عرفت كيف إنه بس برضو بيصير في هاد فصل تبع إنه performer audience بعدين نرجع نسلم عليهم which is great by the way وهون برجع قصة الكوميدي كلتشر كيف عم تنبنى شوي شوي وبنحن وبنروح نحضر كوميديانز لأنه مثلا personally أنا بروح بحضر كوميديانز لأن لا أنقهر شو يعني أنقهر يعني وقت أطلع وشوف شاكر مثلا عم بيقول جوك يلي طلعها هلا على يوتيوب ما بعرف اذا هلا اللينك بالديسكربشن كمان هلا حقولها للجوك وحضروها منه يعني اوكي وقت يطلع يقولها هيدا الجوك اول مره طلع قالها الجوك طلعت فيه انه شو عم بعمل لحظه ليه انا ما فكرت بهالطريقه ما فكرت which is great it's beautiful ليه لانه خاص بتصير انه keeps you sharp ايه لانه you get inspired you get خلص العالم ونفس الشيء هو باي ذا واي مع كلنا مع بعضنا ككوميدز في ناس عندهم في ناس في كوميدز عندهم يعني كلهم تعمل بيئة بتغذي حالة أنا بحسد كل إيجابيا بس أكون بحسد حسد قدرت الدليفري عن محمد بعلبكي مثلا أيه من قدرته بالدليفري يعني مش كب نكتة هذيك المرة إذا أنا إذا أي حدا بيكبه تقول إيه إنه إيه وبعدين it's so simple it's so there بس طريقته هو كيف بيقوله من الدليفري طب يا مخي his delivery is amazing عماد كادي has the best time joke ever سحر بلوط is the best one of the best comedians that's going to make it one time نور you know نور شادن you know ما في داعي احكي عنهم جون اشقر man he turned his misery into it to two beautiful hours يلي هو قصة طلاقه وهيك في عالم عم تعمل شغل سوبر لذيذ في كوميديانز بعد ما في نحكي لك عنهم كل من هلا لبكره بس انه هم بارت هو عنا وهم بارت عنا بانه ذاتس واي نحن بدنا نبقى ذاتس واي نحن مش قادرين يعني هذيك مره سمعت اوكي هذيك جون اشقر هو دبي بيروح بيرجع ما بعرف كيف هلا رايح وما بعرف قد ايه بده وقت يرجع يمكن اشهر لبعدين كان عم بيحكيني كل الوقت كنا مع بعضنا انا وياه وعماد كعده بيعملوا شو برشميه طلعنا لفوق على رشميه تمام الشو ات واز بيوتيفول باي ذا واي عم نحن بيحكينا انه جايز انه ايه انه قد ما اشغال برا احسن وما بعرف شو تا 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 ما بعرف كيف انه تا 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 انه عم بيحكينا الاصل الحكي المنطقي اللي كل العالم عم تحكي فيه هلا طلع على ستيج نزل قال لنا جايز كل شيء قلت لكم اياه قبل نسو مش عم صدق لانه هيدا الشيء الفيلينج اللي بتحصل عليه انت على ستيج if you had a good night and if you had a bad night and you will it's called bombing you bomb on stage مثل 45 دقيقه it's beautiful it's amazing ليه لانه شو الفرق بين ستاند اب كوميدي وبين المونولوج ذا سيم شخص واحد عم يطلع على ستيج عم بيحكي عم بيقول نكت المونولوج عنده سكريبت ماشي عليه واضح وصريح ما بيغير عنه عنده الداسكالي عنده lighting shifts عنده كذا شغله so it's
and it's a play, it's theater. Stand up is freedom, is where we go ومنحكي ومثل كل إجرنا لأنه عبالنا نحكي وما في وانط أكيد أكيد ونعم نحكي most of it is written yes we improvise on stage yes بس عارفين عن شو عم نحكي دائما and you work the room كمان إيه بتشتغل مع الأوضة إيه أنا ما كنت أقدر أعمله كيف الجو إيه أنا ما كنت أقدر أعمل قبل 3 سنين ما بعرف thankfully ما بعرف شو عم بيصير ما يمكن with experience صرت عم بقدر رد على العالم صرت عم بقدر ونصبري هاكلز عم تعمل crowd work يعني بنبسط في واحدة actually I saw it بعتد online okay. كمان كان بعتد كان عم بيسميك لوتي أو شيء أو كذا إيه واحد صرخ لي قال لي ليه أنت لوتي ليه أنت لوتي قلت له لوفر قرع أمك بس بس by the way this is wrong بس أنا هاي الجملة غريبة كتير بس طلعت معي بلحظتها وبعدين قلت لهم guys أوكي this is قلت لهم هيك رخص بده هيك رخص ما بعرف بس أنه أوكي بس أنه بس قدرت عليه بثانية لأنه ليه عم تحكي عن الموضوع تخيل هذا الإنسان مثلا لأنه هو هذا الإنسان اللي جاي الهاكلر إذا أوكي هاكلر هو somebody بيجي على الشو بيحضر وبيبلش يحكي في يقول قصص منيحة it's a hackle وفي قصص مش منيحة most of the time بيكون هذا الشيء it's a hackle لانه عم بتشوشوا على راس الكوميديين عم بتقولوا قصص تنزع الدليفري يعني خلص عم تنزع كل السيت اب كله هدول الخبر فعادتهم يكونوا باد هاكلرز ما بيكونوا جود هاكلرز فهذا سيستمه مثل انه بتعرف كيف انه يعني هو بنظره لانه ناتع انا ناتع صاحبتي هذا عادي موست اوف ذا تايم بيكون اقرع فور سم ريزن بس كيف بيكون هذا ليك عم بدخن فايسروي يعني هذا الشيء هذا قصص كثير انا ناتع بدي اخذك اليوم على كوميدي شو هيك كيف هو بده يحكي وما يحمر ما انا معي ميكرو عرفت كيف انه انت دافع لي لحتى اعمل جوكس فهذا هو نفس الشخص تخيل انه هذا الشخص بعده عم بيستعمل لوطه از 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 مسبه از انه از اهانه يعني تخيل هو نفس هذا الشخص عم بيجي بيقول انه انت عم بيحكي مع جيجا مثلا بيقول له انه ايه انت لوطه بتتاكل جيجا هون انه اوكي انه شو عم تعمل ليه بعدنا عم نستعمل هدول التعابير بس انه ما بعرف فهذا الزلمه اجى وكبه هذه الجمله اوت اوف كونتكست ما كنت عم بحكي عن موضوع انه تعرف بالنسبة يعني بعتقد الكوميدي والبودكاستين كمان زيت الشيء يعني أنا وميديا لحولة إيه مش معقول من الكمستري بيناتكم بس كده أكيد عم فاكر أنت لما كنت عم تحكي سوري رح أتشك جو هند آخر واحدة تالت واحدة لا من حضلت أتشك it's fine أنا مرة استعمل أنا مرة get a free pass أنا هيك إنه you're right أيه هذا مرة إنه لما عم بتقول إنه شو قالك جون مش هذا إيه. كنت بدك تقوله انت إيه. شيء نحن من حزه الشيء صح اوكي نحن مثل جون اوكي عم نفكر انه من فيلم مثل كل اللبنانيه اليوم انه فينا نفل جعبنا نفل وكل يوم لما رجعنا هلا صرنا كان صرنا 6 جماع غايبين وجانا فتنا مع سردي وهي تلت حلقه اول ما بيجينا كومنتات اول بيجينا مساجات انه ثانك يو وي ميس يو سو ماتش او هي حكيتوا عن الحاله وهيك برجع انا بقول انا ما فيني فل ما فيني لاني يعني عم نعمله اول شيء بيساعدنا واذا فيو يساعد كم شخص انه ليه بدنا نفل ما بعرف هيدا كنت بدك تقوله إيه لا ليك انا هلا ليك اتس نايسلي يطلع لك كومنتس ويطلع لك كمان هيك ردت فعل ايجابيه من العالم بس انا فمي بلاحظ انه نحن ما عارف مش كلبنانية بس بركة كلبنانية فينا نحكي عن مواضيع ما حدا بيحكي فيهم مان no fucking way anyone can discuss them وهذا bro it's a treasure نحنا فينا يعني كمان comments okay نحنا بسوريا ما فينا نحكي عن هذا الشيء وعم نعيش ذات المأساة نحنا بمدري وين عم نعيش ذات الشيء وواو بتعقدوا وعن جد عم تحكوا مثل نحنا بليبيا كذا لك fuck مان نحنا كعرب اكلين خرا across the board بس نحن الوحيدين كأنه فينا نحكي فيها كلبنانية لأنه في فلتين ومش هلاد بالبلد ومش هلاد مش هلاد يعني. مش هلاد ما فأنا ما فيني أحكي مثلا على رئيس جمهورية ما لك حق دستوريا ما فيني أحكي دستوريا يعني. ما فيني أحكي عن العلم ما فيني أحكي عن النشيد في قصص ما فيك تحكي عنهم في عرف في قصص تنطلب عليهم في قصص غير هذا لا ليك نحن مرقنا كم شغلة مان ما بعرف كيف بعد مش حالنا ليه ما هو هذا السؤال أنا دائما برأسي ليه ما فيني أحكي عن رئيس جمهورية ليه؟ منه ما عم بقارن نفسنا بأمريكا بس أمريكا فرس أمان من تبعولون هو فيدوم سبيتش وكان وتحارب كرمال بارت منه كرمال يحكوا على كل شيء على كل شيء وسبشلي على الرئيس الجمهوري بفترة ترامب أو أي فترة هيدا
اكثر اكثر كان في اعلى بيك للكوميدي سين بوقته. صح. ما ضل بشري على وجه الارض ما تمنيك عليه. ده ترامب. ما ضل وسبشلي بامريكا ماشي بامريكا كتبت دغري اول ما اول انتخبوا لترامب مبروك لكل كل الكوميديين تبع امريكا. لانه هلا عنده الماتيريال ليوم المتك... كل يوم بس مش انا جي كولبير ايه اوكي كولبير عمل الكارير تبعيته بالليت نايت من ورا ترامب هلا من ورا بوش من ورا بوش كمان بوش او شيء مع كولبير ريبورت اكيد إيه؟ وهلا مع ترامب بس بعدين صارت كثير انه هلا بعد ما خلص الترم تبع ترامب بتشوفه هيز لايك انه بايدن اللي بيضحك مع كل بايدن اوكي واو سليبي جو بيلبس العوانيت بس ليه لانه بايدن doesn't give you material ما بيعطيك ما بيعطيك ماتيريال اللي هالقد المفروض تاخذها سو هي هاز تو جو ديبر اند اتس ا تشالنج فور هيم بس المشكله مع كل سوري المشكله مع كل لا 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 خلص اوكي علوا ايديكم لا لا خلص المشكله مع كل انه كان هو كان عنده كل ريبورت وكان ساتاير فلما راح من كل ريبورت على ليت نايت شو صار كانه كل هالوقت هو بالكل ريبورت عم بيتسائل على ليت نايت شوز وشو عم بيعملوا كذا سو صار كانه ذا انتيثيسس اوف شو كان عم بيتسائل داز ذا ميك سنس يس انه بس لانه ما هو انتبه هو اخذ السبوت تبع ديفيد لاترمان سو اتس ا هيوج سبوت سو ما كان في ما ياخذها اي ثينك وبعدين وصل لمرحله سبيشلي انه فات اوباما على على الحياه الكوميدي وطيت عرفت كيف فات واز ذا كوركت موف حتى ينقل على ياخذ سبوت تبع لاترمان ما هو واكبر دليل على الموضوع انه جون ستيوارت وقف جون ستيوارت حيرجع يجي على ابل بلس باي ذا واي واو لانه واو مان سبتمبر 30 عم عملوا دي اي بس بنزلوا تورنت اكيد بتحضروا عندي او بحضروا عندك 100% بس انه بس جون ستيوارت انت وقف لفتره اوباما قبل ترامب لو ليكس والدليل والدليل انه رجع ترامب صار كولبير يجيبه لجون ستيوارت يعمل سيجمنتس عنده ويعمل له سربرايز شو اسمه ابيرنسز وهيك صح لانه خلص في عنا شوز هيك بلبنان مثلا او كان بالعالم شي العربي شي انا انا بضل في شي انا وفي بي بي شي شو الفرق بيناتهم شي انا ازدريل شت من الاخر من الاخر يزعل مني سلام ما بيهمني انه شي ان ان هو الشيء يلي كان اول مره بينعمل بالبلد كرمال العالم ما بتعرف سو وات از شي اوكي شي ان ان از بوليتيكال ساتير شو اتس فيك نيوز اوكي وكان في كذا كاركتر فيه الكرييتر تبع شي ان ان هو سلام الزعتري وكان يطلع معه انكر فؤاد يمين وكان في كذا ريبورتر كان في عندك عبد الرحيم العوجي عباس جعفر جنيد زين الدين قطع فتره وسام سعد عمل لعب دور ابو طلال جاد داني علي حسن كان اول ريبورتر عظيم كثير هالانسان بحبه كثير هلا عم بيعمل ستاند اب بفرنسا باي ذا واي مين بعد في ناس ان شاء الله ما اكون ناسي حدا هو هن اللي هلا حتى الكريدتس هلا بعد بس انه هدول هن الناس كان عندي انا بيرسونلي من انا صغير شبه حلم انه كنت قال لها لاكستي او الاكس مش هذا لا كثير غريب انه تايم ماشين ايه فانه انه الا شيء نهار حفوت عشان انت تعمل لي انه لاحق يقول لا خلص هيك فكره وقلت لي اول ما تركنا بعد جمعه دق لي سلام ايه فشانان فور مي اند فور لوت اوف بيبل كان نفحة فريدم لانه عم نحكي لاول مره بطلعنا من قصه انه شانسونيه والديزار ونقلد سياسي ويا إيه. الله وهدول خلص هول البابتس برافو عرفت كيف يعني من كثير اولد سكول لا they had their era they had their reign خلص عظيمين هذا ما بيعني انه هن هلا بس هلا منهم تايفين بس هلا قطع وقتهم تايفين بس هلا خلص قطع وقتهم هلا صار بدنا نحكي قصص ديبر ومشان هيك اجى الشيء انا نعبى هذا الفراغ يعني الشيء انا كنا عم نحكي عن قصص عن جد ما حدا عم بيحكي عنه عن جد ما حدا عم بيسترجع يحكي عنه كنا عم مش انه عم نحكي عنه عم نتمسخر عليهم عم نستعمل السخريه حتى نحكي بهذا الموضوع وانا ما فيني اخذ كريدت لانه قعدت فيها سنتين ماكسيموم عشان هي يعني ضاين 6 سنين يمكن من اطول برامج ضاينت على التلفزيون يمكن ما فيني اقول لك انه حقيقه لا في مارسيل غانم مارسيل غانم اتس ديفرنت لا ان انتشنال كوميدي ايه لا ان انتشنال كوميدي بلا قصده ايه بس لا لا عم بحكي كساتير شو اذا بدك 6 سنين ضاين شي انا وتوقف ما كنت معهم كنت بغير بروجرام من نوجر بعتذر بس انه كنت عم بعمل رادار بوقتها زعلت انه وقف شي انا بس انه كنت بوقتها ما كتير يعني ما كتير قريب من يعني نحن كتيم كتير قريب بس انه كنت ما كان عندي هذا الكونتاكت القوي بعد فتره اسال سلام او فرجيك المساجات كل يومين
بعد بي بي شي اكيد طبيعه الحال وهدول بي بي شي كان انه لانه اضطروا يفلوا من الجديد فراحوا على ال بي سي بدنا نعمل برنامج بي بي شي اوكي برافو ات وازنت ذا سيم ليه ات واز ا ديفرنت فورمات ات واز ات وازنت ساتر الفري فول تبع شيانان اللي دائما عنده نحن بشيانان ما كان عندنا استوديو شو يعني ما كان عندنا استوديو وي دنت هاف شو كنتوا تعملوا كنا شو كنا نعمل فتره قعدنا ببير حسن استوديو تحت ركبنا ما مشي حال طب نقله على استوديو فيزيون رجعنا ركبنا ما مشي الحال صوروا بالسياره ما مشي حال طب صوروا ببيت سلام هيك وي يوست تو لاف ات في فتره كانوا يصوروا عندي بالبيت عند اهلي يعني ظهر اهلي من البيت يصوروا عندي ما شو انه بس ليه كنا نموت كنا نقعد الاربع الصبح بالبلايدوك انا بيرسونلي خيي كنت مغروم بشي انا عم بشتغل فيها مع كل القصص اللي مش على طانا فيها ليه لانه كنا عم نحكي بتفتكر انه اليوم اذا كنت فيكم تقولوا اليوم يلي كنتوا عم تعملوه قبل او هلا هلا مع ستاند اب صفينا نعمله اكثر عن جد ايه طب ليه بيجوا بيعملوا شو لا اسال سلام كل مره بقول له تعال رجع 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 غير سلام او غير سلام عم شو التلفزيونات عندهم مشكله مين ما هي صار في سياسه فينو شيء فينو شيء كثير مسياسين فينو شيء فك تلفزيون أحو يو عندكم شو مكسر الدنيا في عندكم you know how to track your views تعرفوا كتير عن مين عم بيفوت لعندكم مين عم بيفوت لعندكم مين عم في عم توصلوا لكتير بيوت الناس وعلى تليفوناتهم بالتحديد إنه خاص you're there تلفزيون مين عم بيحضر هلا تلفزيون مين الديموغرافيك تبع التلفزيون أهلك أهلي بعدين عرفت كيف إيه بدي أوصلوا لهدول العالم definitely بس ما بعمل الأفرت إنه حطه على التلفزيون مع كل السنسورشيب اللي فيه التلفزيون وتنتظر ساعة معينة مع إنه شيء أنا ما كان في على سنسورشيب الجديد كان عاطي سقف الحرية مخيفة لأشيانا كان عاطي سقف حرية مخيفة لأشيانا مخيفة ما هذا سؤالي كان إيه؟ اليوم فيك ترجع تعطي الحرية ما بدي أعمل إيه؟ لا مش أنت اليوم نقدر بعد بلبنان نعطي الحرية مش مقدر مجبورين نعمله مجبورين ناخده لأنه إذا ضلنا سكتين مبروك علينا وقف هالطابور خي وقعد وترجع حدا يجيب لك من برا دواء برافو عليك بس وي نيد ساتاير هلا حتى نقول انه يو نو وات في شيء غلط فك ذس في شيء غلط في شيء غلط في ناس بتزنخوا انه ايه اللبنانيه دغري بيوتسيف مشاكل سيتمان يمزحوا على الموضوع وينكتوا على الموضوع خي ايه ذس اور كوبينج ميكانيزم هيك بنعرف نشتغل نحن شغالين نحن شعب شغيل والدليل بلبنان وبره شو بنعمل بس نفس الوقت نحن خي انه ذس هاو وي كوب ساتير اند كوميدي از اور كوبينج ميكانيزم بس اوكي فاين بس كمان في حدود مش انه حدود للكوميدي بس لما تكون انت ناطر على ترمبة البنزين اوكي صار لك ساعتين رتسي ساعتين ونص بيجي واحد مع بفليت ببلش يغني هل انت بتتقبل هذا الشيء يعني بتنبسط بس تيجي ولا بتلوكس اختك هيدا بشبق بالتانكي شو عم تعمل فاضي التانكي لا مع بس عم بيغير لك جوك وعم بجرب بس مطلب ما طلبتك انا تتغير جوك ما هو that's difference between art form and لا هلا انا ما بحق لي احكي كثير عملت شو اسمه كراش ذا مايكس تفوت على العالم وابلش ستاند اب بس ات واز فور ا ريزن باي ذا واي ات واز تو تيل اكشلي باخر الشو دايما بقول انه وي دونت هاف بليسز تو تيست اوت اور ماتيريال سو ذس از ا ويك اب كول تحت نعمله واكشلي وبعد 7 اشهر صار في اكل مش عم بقول انا مسؤول عن هذا الشيء مش لانه ورا كراش ذا مايكس صار في اكل بس انه ثانكفلي صار هذا الشيء It was a fortunate series of events. كان شيء عظيم جدا ومن بعدها صار هذا الشيء. فإيه إنه إذا أنا ما طلبتك وسبيشلي هلأ عن جد قرفان نفسي وهذا إذا بدي أسمع موسيقى خي الراديو لك بعيد عنها هالقد كبسة. شو عم تجي تغني لي مانو عم تعمل؟ لا هذيك مرة قالوا عم يجي قال عم عملوا شيء شو عرس. عرس عرس وصاروا صاروا يوزعوا بنزين على العالم ترمبة البنزين مان وصوروا هيدي اللي تجوزت عم بتعبي السيارة وعم بيهيصوا وعم بيصرخوا انا انه ياس نحن ريزيلينس يا ورني لا 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 يا اخي يا خي نحن واقفين نحن واقفين ساعتين فور اور بيزك نيد يلي هو بنزين تاخذني على شغله اللي ممكن دفع لي شي نهار والمصاري رح يتقبضهم باخر الشهر رح يتغير قيمتهم بعد يومين عم تكيف مش انا شيء ما رايح اقبض عم بشتغل معاش عم بقبض 3 ملايين لتسي بالشهر تنقول لخي انه واو هدول حقهم يلي هن بيطلعوا شيء 200 دولار لتسي هلا تنقول ما بعرف قد هلا قيمه الدولار بعد ساعه بصير حقهم 150 بس يطلع نجيب مئاتي هو افرد مين بيطلع هو افرد ما باخر هم ما يعني بس انه ليه بدك تجمل هذا الشيء ليه بدك تعطيه نحن الامل كسخت الامل من الاخر عرفت كيف انه لا ما بدي ما عندي امل انا غير بشيء يعني نحن بس انه كمان بشوف هذا الشيء كوبينج ميكانيزم يا خي اتس نوت
لا لا اوكي زقفنا وما بعرف شو حضرني واقف على ترومبا. مين هن بعدين؟ هيدي ما لها عازم. التنكيت التنكيت على الزل وعلى الميزري تبع الناس اللي انت ما طلبتيه، اللي انت ما رحتي تشوفيه لتسي اوكورد او شيء. يوم بس اذا فسر لي ليه هولي اثنين يلي عم بيتجوزوا بترمب البنزين وعم بيحبوا بنزين محلي قصوا الجاتو، شو الكوبينج ميكانيزم تبعه؟ ما في ما في ما في سوري. كيف هلا ترند تبع انه شو هيدا الجندر ريفيل، انه كل واحد هلا صار في عنده طريقه بيبيعوك اياها، انه مو وحده بالبالون بيفقع بيطلع هدول اتس سيم، انه هي اتس ترند هلا قصه هدول خلص. انه عرفت كيف ليتلي انه نحن ليتلي هدول العالم اللي واقفين بالطابور شافوا وحده طلع هيك ابتسموا نكزه لانه شو عم بيعملوا هول، زقفوا زقفتين رجعوا تفلوا ضلوا في حياتك خرا. لا شو ضلوا في حياتك ششمع خلصوا هيك راحوا انه اوكي كول مثلا قد بعت فيه اوكي ساعتين كول عظيم. تخيل نحن عم نطلع هيك انه كول 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 سوفيتين هذا. بتعرف كم مره انا بنهار بطلع بتليفوني وبوشوش لحالي وات ذا فاك وات ذا فاك، كل ما اشوف شيء ما عم بصدقه. انت بعت لي مثلا تخيل بعد انا وعلى الويف على ترومبا بعت لي فيديو ناس عم بخبطوا بعضهم وعم بكسروا الترومبا، قال لي از ذات يو، قلت لك انه ليك اف اتس مي مش جاي على سردة نوت غانا بي ا سردة غانا بي تريتمنت. فانه لا في فرق في فرق في فرق كتير كبير. انا اذا حدا بده يروح يحضر بده تو كوب اذا بدك او ينسى للساعه ايه بيروح بيحضر كوميدي وذاتس جريت ذاتس وندرفل، ايه مثلا بيروح بيحضر موسيقى ايه بده ينسى للساعه بس خي الناس خي ينسى للساعه ما قالش ليه بقى. حتى لو عم تحكي عن القصص اللي انا بتضايقني بتنسى انت وقال لي واتشينج كوميدي بس بس تجي تفرض علي ريزيلينس ما بدي اتقبل الوضع عم بعيش فيه ايه لانه مجبور لانه عندي شغل لانه عندي مليون شغله اتس باد بس انه مش قادر ما عندي غير حل، ما في حدا بظهري ما في حدا يجي يعبي لي بنزين ما في حدا انه يجي ما بدي اصلا ما بدي اي وونت دونت وونت سبيشال تريتمنت اي وونت ماي رايت. خذ نقطه ليه بدي اقعد احلل انا كيف انه بدي انه لا انا رواق وماشي حال. لا خي مش ماشي الحال، نقتنع نحن خي كشعب انه مش ماشي الحال نقطه. هذا كلنا لازم نحن لازم نشوف سايكولوجيست بعتقد قد لازم نحن نشوف قد سايكولوجيست بده يشوف سايكولوجيست هلا بس هيدا واتس نيدد اي ام سيينج ا ثيرابيست تكون كثير واضح. هيدا على فكره كنت عم بحكي عنها بدي اكتبها بالشور جديد انه كنت عم بحكي مع هذا انه واي دونت وي نورمالايز ثيرابي باي ذا واي واي دونت وي نورمالايز حديث عن الثيرابي شوي بلبنان ايه بس لانه في كثير عالم بتقول قدامه انه ام جيتينج ثيرابي في شيء غلط. لا اول شيء بيقول لك انه بقول له ما بيقول لك ما انه شو بك اتس اول ان يور هيد انت انه شت حالك ما هي شت حالك برو هيك. لا انه ليه فينا نحكي مثلا انه ثيرابي تريتمنت، لا ليه فينا نحكي عن الدايت عادي اوسو تريتمنت بس ما فينا نحكي عن ثيرابي. ليه فيك تحكي عن بانادول ما فيك تحكي عن الكزاناكس ايه ليه ما في ليه فيني احكي عن هدول القصص ليه ما فيني احكي عن ماتل هيلث بلا لازم نحكي عن اتس نيد انا واهلنا قبلنا واهلنا قبلنا لازم يعملوا ثيرابي لانه عاشوا حروب ونحن عايشين التروما تبعت الحرب تبعتهم من وراء يعني بروجكشن كل وماشي 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 وعم نكب على بعضنا وهدول خي بلا لا اعملوا ثيرابي. كل ثيرابيست هلا بيطلع دولار من وراي انا بدي اقبضه مش ببيعه هلا الا انا كمان يعني انا كان عندي مشكله اول شيء مش مشكله بس كنت عم اجرب حلها لحالي يعني كنت عم كذب على حالي مش عم كذب على حالي بس قلت انه في طرق تانية يعني سبورت دايت and stuff which بيأثر أكيد على المنتل هيلث تبعك لأنه عندك اندورفين رش وإذا بتعمي يعني بتعمي حالك أكل منيح you will feel good you know you are what you eat مثل ما بيقولوا. بس كنت عم بحكيها هديك المرة كمان بس هذا إنه كنت عم بظهر مثلا أعمل جوجين أنا عم بظهر بتشوف برو بيروت محرودينا بتقول كسخت الشهر اللي بدي أظهر بقى من البيت وبترجع لجوا and you بتفوت على قطك في disposition وتقول لك عم تعمل هيك عارف كيف. في كمان حالتين تروح على الجيم مثلا تحت الارض ما بتشوف شيء بتعمل تشادمل اتس جود بس صعب كتير لانه بتقول لحالك طب ليش انا عم بعمل هذا الشيء شو له فايده من يوم لتاني فينا نموت لك شو صار باربع عاب هو العالم ما كانوا مستنزرين هذا الشيء لك شو صار فيهم سو فتت كايند اوف بي نيجاتيف فيدباك لوب ما قدرت اطلع منها وقلت لحالي طب ميبي انا ما فيني حل لحالي بركي فيني روح على شخص تاني وعملت هذا الشيء رحت شفت ثيرابيست ومن وقتها انا عم احس حالي احسن بكثير وليك يعني المشكله هي اتس نوت ما عم تعترف انه انت ما فيك تزبط هذا الشيء انت عم تروح عند السايكولوجيست يعني عم بتساعد حالك
مش انه عم تلجا لحدا تاني. نو يو ار ستيل هيلبينج يور سيلف بس بطريقه تانية. اتس نوت انه يو جيفينج اب ويلا خلينا نجيب مثل الكابلز مثلا اوكي المجوزين لما بيروحوا عن كابلز ثيرابيست في بعض منهم بيفكروا انه اوكي لانه نحن وي فيل اور ماريج لازم نجيب كابلز ثيرابيست. هذا شيء منه مزبوط بالعكس لانه يو وانت تو سيف يور ماريج لانكم بعدكم بتفكروا انه في قيمه لهذا الزواج بتروح لعند شخص بركي في يساعد الموضوع. سو اكيد مان اي ثينك كل العالم لازم تشوف عشان كلنا وي نيد هيلب يعني خلينا انه ما في حدا احسن من الثاني كلنا لو عم بيقول اي دونت نيد هيلب كذاب اي اكيد لا انه انا ماما بدي اجيب رول مش حالي ماشي اعطيني ارجلي ارجلي مش حالي مثلا بديك اكزامبل انه بفهم الناس يلي بتقول لانه مش حق عليهم صراحه حق على المجتمع اللي كان كل وقت عم بيحشر براسك انه سبيشال عند الرجال انت رجال اصحى تبكي. انا حابين سوري عم باين دراماتيك ولا شيء بس انه مش صار لي 9 سنين ما بقدر ابكي بدي كثير ماتت ماي بيست فريند ماتت اي لوست تو ريليشن شيب انذر ريليشن شيب هلا وهدول اي وونتد تو كراي اي كانت عم هلا عم فتش مع ثيرابيست انه شو البلوك اللي اخذته مايك اي كان وبدي احكي ها وهذا الشيء مثلا شو كان الرياكشن تبعيتي غير انه ثيرابي حطوا ورقة وقلم I can't cry هيت اتمنيك على نفسي في كتير ناس حتحس معي وقت اطلع على ستيج مثلا اعطيك اكزامبل واحكي انه تركت انا وصاحبتي اكشلي تركتني صاحبتي لانه ما بدها تحكي مع حدا من غير دين انه هي مسيحيه وانا مسيح وانا مسلم هلا اجنوستيك بس انه على الاسم انا وجهي ايه في شيء فصرت احاول اعمل شو ما كان انه بس بيجي بقول انه حاولت اعمل شو ما كان حتى اما تقبلني انه انا رواق بالكوميونتي المسيحيه واهل اخواتي صاروا يساعدوني كمان تفرجوا امهم انه انا رواق كمسلم بالكوميونتي المسيحيه فصرت اعمل شو ما كان صرت انا اطلع يعزموني على غدوات الاحد صرت انا اطلع الكول عرفت كيف صرت انا انه هيك انا بدي احمل ديوز تشيفز احكي حديث طبيعي مع امي صير استعمل جمله من الانجيل اللي لكن ليه المطعم ليه مي مطعم الا لكن لوكا 7:5 بيقول عرفت كيف ان المياه تصل الى الملكوت صدق الله العظيم عرفت كيف زين هيك اخذتهم بعض هو القصص شبه صاروا عرفت كيف بس انه انا عملتهم اكسبانشن بنهار ليه لانه كان بدي احكي عن الموضوع وعم بخزقني كنت ميت كنت عم اقول انه ليه تركتني هذا لانه كمان هذا الشيء عن جد كمان لانه هي بتطلب ايدها على وجهها وانه انا هلا ما بعمل شيء بس انه انا مثلا بصوم رمضان ما بعرف انه واتس ذا يعني فهمان بارت اما سايكولوجيكلي لانه مرة تروماز اللي عشته مرة حرب اهليه بس بنفس الوقت ما بفهمها في كتير عالم انه في كتير عالم عايش كبروا وعرفوا انه هذا الشيء غلط وكملوا مع حياتهم عرفت كيف؟ ايه انا مثلا انا بي شيعي امي سنيه وستي مسيحيه بس ما بحياتي كان عندي احد المشكله بالعائله صح و it's nice يعني ربيت بهيك بيئة وما كان في يعني إنه لا لازم تتجوز هيك لازم تعمل هيك إيه no one gave a shit يعني هذا I'm super lucky ومش كل العالم عندهم هيك وأنا كمان by the way نفس الشيء أنا الفرق أنا العكس أنا بيس إني أمي شيعية أنت سوشي سوشي ماتيس بيجي أنا بس إيه لا إنه بس الحلو بعائلتي مثلا بعائلتي الكبيرة إنه خالتي مزوجة مسيحية وخالي مزوج مسيحية ما حدا قلب دينه على التاني مش لانه في انه نحن الدين وهيك بس انه هو جيفز ا فوك ما عرفت كيف انه هو جيفز ا فوك انا عرفت كيف ما هذا خالتي الثانيه تزوجت حدا من نفس كمان شيعي مدني عرفت كيف انه فتنا عندنا يوم هدول بالعائله which is great هذا عم سولك انه انا بهذا العائله لانه بيفكروا بهذه الطريقه وانا جيت الجامع كل هالقصص وعملهم أنا مارونية جوزت روم سألني الخورة بالما يتجوز إذا بدي أنه يعمدني مسيحية أنت شو غير مية عن مية تفرق شو الكونسيبت سوري شو أقول بعدنا هون بس المشكلة هي الطلاق من جسن كيس سأل جون أشقر قلت لك يا قبل شوي سأل مجرب سأل مجرب لا من بليز جو واتش الشو تبع جون اسم الشو مطعم ومطلق ماروني مطعم ومطلق اوكي اوريدي استابليش ذس جون وقت بلش يفوت بالسيستم كان صار له 11 سنه مع بنت اوكي وقت بلش يفوت بالسيستم انه صارت الخبريه انه بلش تركه فات على الجرين روم مطرح ما نحن قاعدين وقاعد عم بكتب انا بفوت طلع فيه هيك بقول له وير شو بك قال لي ماشي مان قلت له صاير شيء مع مرتك
قال لي وير؟ قلت له ايه بين على وجهك. قلت له شو؟ قال لي ايه ما خلص وير سيبريتنج وشو. انا انه ضد الفاك عبطته وشديت انه هيز ماي برو يعني بالنهايه. وقفت كيف هيك اخر شيء قلت له مسكته هيك بعد ما عبطت تركته قلت له مبروك على السعر الجديد. كيف انه اي نيو فروم ذا بيجينينج انه خلص هيز غانا توك اباوت ان هي داز ات ان ا بيوتيفل واي ان ساتش بيعمل شغله ما بدي احكي عنها هون بخلي بليز روح حضروه. بيعمل شغله اتس سو فريينج. العالم ما بيضحكوا بيزقفوا من كل قلبهم لانه اتس سو فريينج. وما بدي احكي عن جد على الموضوع بليز روح حضروه لانه اتس هيد اتس ا نيو ليفل اوف فريडम اتس ا نيو ليفل اوف نوت جيفينج ا فوك اتس ا نيو ليفل اوف تشالنجينج your traumas and challenging كل شيء عم تقطع فيه. هيدا inspiring شو عم بيعمل بهذا البورت. طيب وسام انت عم تقلي انه مع كل هذا الشيء اللي عم بيصير عم تقدر تكتب عم تقدر تكون creative عم جرب اكتب عم جرب تكتب عم are you testing out new material yes. يعني انت لما تفكر بالحب تفكر بالحب بلا حدود let's say ما تفكر بهول الامور yes. I think كمان وصلنا على the end of the podcast yeah. وهذا السؤال اللي احنا عادة نسأله do you think في امل بكل شيء اللي احنا عم نعيشه؟ في امل بالناس. في امل بالناس اكيد اكيد لانه ما في حدا بفيلم من هون وقد ما قال انه خلص عن البلد وما بعرف شو هدول لحظه اللي بيدعس برا لحظه اللي بيدعس برا. انا عشت 3 اشهر بقطر 3 اشهر عشت لحالي بقطر عرفت كيف؟ كانت لي بيروت بدينتي كل الوقت لدرجة لدرجة كنت مقتنع على 3 اشهر وتقول انت لي انت لي هن عانقيني كنت مقتنع انه انت لي هي فعل بس كيف ما كنت عارف انه انت لي انت لي من فعل انت لا انه لا بس انه بس هذا دليل انه نحن ما بن يعني فيك تترك البلد بس انه خي ما في يظهر بلد لو قد ما طولت في ناس صار لهم سنين مش عم يعني بجنوا تيرجعوا وما عم بكون هذا الشخص انه بليز يرجعوا على لبنان وبرشو بس انه اتليست بليز عرفوا شو تعملوا بلبنان جاي في عنا كتير في عنا امل نغير يس في عنا امل نظبط ايه بس في وقت في كتير وقت والتوقيت هلا صح كتير التوقيت كتير صح لانه وعم نعمل سمول فيكتوريز في كتير طريق كتير طويلة وصعبة بدنا نجرب سواء بتعتقد في روحة بلا رجع يعني ما في يعني قالكن اياها شي مرة البار انه اللي عم بيصير هلا سوبر صح سوبر صح وكتير بوافقه مظبوط لانه طاهر يعني عم يلا 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 كب لبرا كب لانه اتس غانا تيك تايم يس ما في شيء انه وو الفري لا ما في بس اتس ذا كوركت ثينج ذات غانا هابن انه شو بيشيل هذا الشيء اللي احنا عايشين فيه لك شو صار عرفت كيف في محاولات في تجارب في ناس بتوصل لمرحله بتستسلم وبفهمها في ناس بتوصل لمرحله ما بتستسلم وكمان بفهمها في ناس بتوصل لمرحله عن جد خلص قرفت كتير بفهمها بس في بس ما حد يخلصوا العالم عرفت كيف رح يضل يعني تخيل انت بدك تظهر برات البلد ما بتاخذ معك سياسه ما بتاخذ معك اقتصاد شو اول شيء بتفكر فيه اصحابك عائلتك الاكل الموسيقى الفن ذات واي مثلا بيجي بيقولوا خيي انه هلا شيء عاطفي هذا بس انه خيي الطرقات الشوارع ما لازم تسمى باسامي سياسيه او باسامي جنرالات ارض قطعوا قبل او واتفر لازم تكون اسامي فنانين ليه ما في شارع فيروز مثلا ليه ما في شارع زياد ليه ما في شارع مرحم بركات ليه ما في شارع ليه هدول العالم ليه ما في عندهم تماثيل بمصر رحت على مصر في 3 تماثيل طلعوا بوجه ام كلثوم انا اللي بيروحوا بيظهر من مصر بيروحوا مطرح بيقولوا يا زلمه انور السادات وحياه الله لا مش انه هيك بيقولوا ما ام كلثوم دغري بل اول شيء عم كبوا العالم هو فن تبعولنا ما حافظوا على الفن ما حافظوا لانه واذا العالم قرر توقف مش الفن تبع اربع ابي بقلب بور بس يكون واضح إيه؟ لا حافظوا على 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 على, على, على الشغف في ما فيك تموت يعني انا في هالهش 5 اشهر ميت بكل معنى الكلمة عرفت كيف؟ ليه؟ لأنه I kind of lost my passion بس it took me 2 days تفكر إنه so شو اللي معيشني؟ my passion so I want this immensely that's why بحكي بكل اندفاع وتكون قاعد قدام العالم that's why بحس حالي إنه لا ما مش قادر أخسر مش قادر موت فضل موت جسديا قبل ما أموت معنويا تلني خيي بس ما تقتلني معنويا لانه ما في
انا اروح هلا بدي اقعد اشتغل ورا 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 لابتوب ما عم بعمل شيء وهدول بموت متت خلص شو عم بعمل عايش بقلة الموت 9-5 طلع مصرياتي في كهرباء يا ايه بيحقوا لي هدول القصص بدي هون القصص لازم احصل على هدول القصص بس هون بس هون 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 وبدي بدي واذا اذا طلعت فيهم قلت انه بتعرف شو خلص ما مش قادر عليهم بفهمك اذا قررت تفل لانه مش قادر تتحمل بفهمك وعن جد معك حق وبليز بليز دو ذات بس لانه ما في حدا انه له معك بهذا الحاله وبفهم قد التعب اللي بيقطع فيه الانسان بس كمان العالم يلي قادرين تعمل اي شيء عمله كلنا ناطرين كلنا مع بعضنا يعني عشتوا مع 10 بدي اقول لابي This was great. Thanks, Wissam. Thank you so much for having me. كرمال الأشخاص اللي بدهم يلاقوك وين بيلاقوك؟ Okay. كل بلاتفورم. Just type Wissam Kamal and you'll find me. بس Wissam Kamal LB. لأنه في واحد سوري بدي أحكي على الموضوع ده خلي إن شاء الله يكون عم يحضرني. I want to become a doctor, by the way. So these are my passions. Head stethoscope, head medicine. I couldn't come in for financial reasons لأنه الوضع على البلد مفوتني حيطان. Anyway, I couldn't become a doctor. So في alternatives. So هيدا الإنسان اخذ وسام كمال على انستغرام وقهرني لانه دكتور مش انا شيء يعني اخذ الوظيفه اللي بدي اياها واخذ اسمي سو وسام كمال قلبي على انستغرام وباقي ما تبقى اسم وسام كمال كيف اوسم شكرا على سيدي وسام ثانك يو سو ماتش فور هافينج مي ام سو جلاد ان ام شوفك اون ستيج سي اون ستيج ان شاء الله خير